يا رفاق، سأقوم اليوم بتجربة غريبة نوعاً ما، وستكون الأخطر في حياتي على الأرجح. أريد أن أقضي اليوم في أكبر الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. سأشاهد وأصور كيف يعيش الناس هناك، وماذا يفعلون، وكيف يكسبون المال، وكيف يرتاحون ليلاً ونهاراً. أعلم مسبقاً أنه سيكون هناك مناطق تحظر التصوير. ضع الكاميرا بعيداً عندما نتجه يميناً. أطفئ الكاميرا. سيحاولون منعي من التصوير. أعلم أنه سيكون هناك عدد كبير من المراهقين المسلحين الذين قد لا يحبون الكاميرا، وأنا لا أعرف، أنا حقاً لا أعرف كيف سينتهي كل هذا. هذه مدينة الشواطئ والمرح. هذه هي البرازيل يا رفاقي، مدينة الرفاهية ومدينة الفقر. لا أفهم ما إذا كان يجب علي أن أخاف أم لا. لا أعرف، لا أعرف. لا تخف، أنت مع الأصدقاء وسوف نقضي وقتاً ممتعاً. سوف نتعمق جداً في الأحياء الفقيرة. كما ترون، من وقت لآخر يأخذ فيكتور الكاميرا. لا أستطيع حملها هناك لأن في ذلك مخاطرة. إنها مدينة الأسلحة، حيث الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً يحملون البنادق. سنقتلكم جميعاً إن تدخلتم بنا. سوف نقتلكم. مدينة تسلب الألباب، لن تجد مثلها في أي مكان آخر. هذه هي مدينة الله. نحن في البرازيل يا رفاق، بلد الشواطئ المذهلة والحفلات الرائعة ومعالم الجمال والأحياء الفقيرة. اليوم سوف ترون البرازيل كما لم تروها من قبل. لننطلق. الناس لا يفهمون حقاً ما هي الأحياء الفقيرة. هنالك الكثير من التحيزات، لكن اليوم سندحرهم ونظهر البرازيل الحقيقية. قضى كارلوس حياته في أكبر الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، وتدعى روسينها، ودعاني للبقاء معه عندما وصلت إلى ريو. قررت أن أقضي اليوم هنا. نحن ندخل الأحياء الفقيرة في روسينها، وهي أكبر الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو وبشكل عام في جميع البرازيل. يعيش هنا أكثر من 100,000 شخص وفقاً لتقديرات وإحصاءات مختلفة. لا أحد يعرف بالضبط كم عدد الأشخاص. لا يمكن إجراء تعداد حقيقي هنا بالضبط. جميع المنازل تم بناؤها هنا في البداية كانت عشوائية، وقد تم بالفعل تقنين بعض المنازل، ولكن بقي بعضها غير قانوني، وبالتالي لا تنطبق القوانين إلا التي يضعونها أهل هذه المنطقة. بالفعل هذه روسينها. الساعة 10 صباح الجمعة، سأقضي اليوم هنا. تعتبر الأحياء الفقيرة أخطر مكان في ريو دي جانيرو، وإذا ذكرت في الأخبار والأفلام فتكون في تقارير الجرائم والعنف والسرقة ونحو ذلك. يحدث هذا في أفقر المناطق في ريو دي جانيرو المعروفة بالأحياء الفقيرة. في الأحياء الفقيرة يمكن أن يكون العنف أسلوب حياة. العملية العسكرية على الأرض وعلى أسطح المنازل في أفقر أحياء ريو. معظم جرائم القتل تحدث هنا في الأحياء الفقيرة التي يسيطر عليها تجار الممنوعات. عصابات الممنوعات في ريو دي جانيرو لا تشبه أي شيء رأيته من قبل. ما سوف ترونه اليوم قد يغير فهمكم للأحياء الفقيرة بشكل نهائي يا رفاق. لا يمكنك التقاط الصور هناك حيث أنت ذاهب. لا تلتقط الصور الآن، أتفهم؟
حسناً، لقد فهمت، شكراً. سوف نأخذ الدراجات وبعد ذلك تستطيع التصوير. لا يمكنكم التصوير خلف هذا السياج. سترى أشخاصاً مسلحين، لا يمكنك تصويرهم. لم أصور أي مسلحين، ولكن من الممنوع حتى تشغيل الكاميرا بجانبهم. لا لا لا، هل التصوير ممنوع؟ لا تصور. حسناً، لم يسمح لنا كارلوس بتشغيل الكاميرا إلا عندما ركبنا دراجتنا وانطلقنا. نركب الدراجة لنصل إلى روسينها، ببساطة لأن التنقل بين التلال أمر صعب جداً. تم بناء جميع الأحياء الفقيرة على طريق الجبل، ولكن هذا ليس كافياً. المشكلة هي أن الأصوات. لاحق بي شاب من هؤلاء المسلحين، انظروا، إنه يوجه مسدسه نحوي ويطالبني بالتوقف، وبعد ذلك يمسك بحقيبة ظهري. أعادوني مجدداً إلى المسلحين. تمكنت من تشغيل الكاميرا الموجودة في حقيبتي أثناء سيري والتي تصور الآن. يراودني شعور فظيع. انظروا على اليسار، هناك يجلس رجل يرتدي النعال والسروال، ولكن معه مسدس الكروم ومنظار قناص. في الخلف مراهق آخر يحمل مدفعاً رشاشاً يبدو أنه صغير جداً. أرسلوني إلى هذا الشخص المسلح، إنه يحمل بندقية هجومية، إنه الرئيس هنا. وبعد ذلك اكتشفت أنه أحد الملازمين المزعومين في كارتل الفريق الأحمر، وهي العصابة الرئيسية. الملازم هو المسؤول عن الحماية ونقطة بيع المواد في الأحياء الفقيرة. نعم، هكذا. وفي الحلقة القادمة سوف أعرض مقابلة مع أحد المسلحين. أظهر له الكاميرا خاصتك، أريه الكاميرا. كان هناك مراهقين مسلحين حولي، وفي تلك اللحظة لم أفهم حقاً كيف سوف ينتهي كل شيء. لكن من حولي كان رد فعلهم على كل هذا كما لو كان مشهداً عادياً من الحياة اليومية. اعتقدت أن هذه المرأة ستساعدني، لكنها أكملت سيرها، وعندما شاهد المسلحون الفيديو أطلقوا سراحي وكنا قادرين على المضي. في النهاية أطلقوا سراحي. قالوا إنه لم يكن هناك أي خطأ في الفيديو، لم أصورهم لأنهم حذروني من ذلك. إنه أمر خطير للغاية حيث يمكنهم قتلك هنا. لقد سمحوا لي بالذهاب. عندما أصل إلى الجبل سوف أخبركم بكل التفاصيل. حسناً، أعذرني من فضلك. أنا أعتذر منك. يعتبر سكان الأحياء الفقيرة أفضل متسابقي الدراجات النارية في ريو، وغالباً ما يفرون من الشرطة عائدين إلى أحيائهم. إليكم مقطع فيديو انتشر مؤخراً في البرازيل. رجل وفتاة يسابقان شرطياً ويقتحمان شوارع الأحياء الفقيرة. المطاردة لا تتوقف. إنهم يناورون في الشوارع الخلفية، وفي النهاية أمسكوا بهم. أوه، واو، واو، ما هذا الجمال يا رفاق؟ أوه، هذا مذهل حقاً. هذه هي المدينة، هذه مدينتي. هل ترى البحيرة هناك؟ نحن نسميها قلب ريو. انظر كيف يبدو وكأنه قلب. نعم. هذا المكان الذي يمكنك من خلاله رؤية تمثال المسيح وجبل السكر. يبدو لي أن هذا أحد أفضل الأماكن في المنطقة هذه، صحيح؟ هذا صحيح. واو، صحيح. من هنا يمكنك رؤية الجانب الآخر من الخليج. هذه مدينة ريو. هذا المكان جميل جداً بالطبع، ولكن هل يمكنك أن تشرح لي ما حدث للتو؟ لأنني أريد أن أفهم ما حدث. سوف أخبرك، لكن استمع أولاً إلى هذه القصة. اجلس. هذه حياتي اليومية، هذه هي الطريقة التي أعيش بها هنا، والجميع يختلقون قصصاً عنا، صانعو الأفلام من الاستديوهات والكتاب، الصحفيون، دائماً ما يختلقون القصص كما تعلم. إذا مهما حدث لنا، نحن غير قادرين على تصويره. كان كل ذلك بسبب وسائل الإعلام. أنت ضحية الإعلام، وهؤلاء الرجال هم أيضاً ضحايا وسائل الإعلام. من يملك السلطة؟ الرجل الذي يحمل البندقية أم الكاميرا؟ أجبني عن هذا السؤال. لأن الرجل الذي يحمل السلاح يخاف من الذي يحمل الكاميرا. إذن من يملك القوة؟ هيا أجبني. صاحب السلاح أم الكاميرا؟ من يملك القوة؟ أجبني. عندما قبضوا علي شعرت أن لديهم القوة هم وليس أنا. لم يكونوا لائقين. أنت على حق. المراهقون المسلحون يقفون في الأحياء الفقيرة لسبب ما كحواجز الطرق. في البداية هم عند المدخل، ويوجد معظم الأسلحة هناك في أغلب الأحيان. ثانياً، يقومون بدوريات في الغابة المحيطة لأن الشرطة والمنافسين غالباً ما يدخلون من هناك. وداخل الأحياء الفقيرة نفسها يقف المسلحون فقط عندما يسمى بوكا دي فومو، وهو المصطلح العامي لنقاط بيع الممنوعات.
لن أتمكن من عرض هذه النقاط على اليوتيوب لأن الموقع يعتبرها دعاية، رغم أنني لا أروج لأي شيء من ذلك القبيل. ابحثوا عن فيديو بوكا دي فومو في قناتنا على التليجرام، الرابط في الوصف. هناك رجل يحمل رشاشاً عند المدخل. نمضي قدماً. هل ترون هذه المنصة؟ يتوضع عليها الممنوعات، لا يوجد حتى بائع قريب. إذا لاحظتم لن يسرق أحد هنا، أو بالأحرى أولئك الذين يسرقون يتم ربطهم بالحبال بهذه الطريقة أحياناً لعدة ساعات أو حتى أيام، وبالطبع يضربونهم. نكمل طريقنا، وهنا مجموعة أخرى من المسلحين تغطي مخرج نقطة البيع. الرجل يحمل أيضاً رشاشاً على ظهره. مواقع بوكا دي فومو في الأحياء الفقيرة معروفة جداً. الزوار المعتادون لا يعيشون هنا في الأحياء الفقيرة، لكنهم يأتون من مناطق ثرية. يتم التحكم في كل هذه الأماكن المتدهورة من قبل ثلاث منظمات: الفريق الأحمر، أميغوس دوس أميغوس، وتريسيرو كوماندو. وفي السنوات الأخيرة ظهرت الميليشيا المكونة من قدام المحاربين في قوات الأمن. بدونك ما كان هؤلاء الرجال سيسمحون لي بالرحيل. كانوا سوف يطلبون منك إظهار الكاميرا والفيديو، لكانوا قد فحصوا جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك. إذا كنت قد التقطت شيئاً لا ينبغي عليك تصويره، ولا تصور أماكن بها مسلحين. بدلي أنه عندما دخلنا المعرض في السوق. نعم، انتهى بنا الأمر بجوار هؤلاء الرجال، لكنني أردت فقط أن أريك سوق المواد الغذائية، وهو ما كان مهماً بالنسبة لنا، ولكنهم رأوا الكاميرا. قلت لك أننا لا نفعل ذلك هنا، وذلك ليس لأن لديهم أسلحة، ولكن للاحترام. نعم، سيظهر هذا الفيديو على الإنترنت وستقبض عليهم الشرطة. أجل، أتفهمني؟ نعم نعم، لكن دعني أخبرك بما شعرت به حينها. في اللحظة الأولى التي أمسك بي فيها، يا للهول، رأيت أيضاً أنه يحمل مسدساً، وليس مجرد مسدس، إنه مسدساً ضخم للغاية. وقلت في نفسي لقد انتهيت، حانت لحظتي. أتذكرك في تلك اللحظة؟ نعم، وفكرت، واو، سأقتل الآن هنا، لقد بدأت للتو التصوير وسيقتلونني. ثم قال لي فلنذهب. وبعد ذلك كان هناك رجل آخر يحمل هذا السلاح الكبير جداً، وقلت في نفسي اللعنة، سأموت مرتين اليوم في البرازيل. رشاش كلاشينكوف؟ نعم، كلاشينكوف، نعم، ولكن بعد ذلك تبين أنهم لطيفون للغاية بالفعل، لأنه بعد خمس دقائق من المحادثة كنت خائفاً. نعم، كنتم جميعاً خائفين، وكانت مشاعركم متشابهة في تلك اللحظة، هل تفهم؟ الحمد لله أنني كنت هناك لأشرح للجميع ما كان يحدث. إنهم خائفون جداً من الكاميرا، ولا يستطيعون استخدام أسلحتهم عشوائياً لإظهار قوتهم. يظهر فيلم فاست أند فيوريوس 5 كيف تحمل العصابات أسلحة ضخمة في الأحياء الفقيرة، وكنت أعتقد أنها مبالغة، ولكن تبين أن هذا صحيح تماماً. هذا المكان الذي صوروا فيه. واو، هنا في هذا الجزء تدفع كل نقطة لبيع الممنوعات للشرطة ما بين 15 إلى 20 ألف بيزو يومياً في الأحياء الفقيرة. هذا يغضبني بصراحة، لأن هؤلاء الرجال هم رجال طيبون عموماً. كل هؤلاء الرجال الذين يبيعون الممنوعات ليسوا كلهم أشراراً، يكسبون المال لعائلاتهم. إنهم لا يريدون كسب 100 دولار شهرياً لأن هذه جريمة. إنهم بحاجة إلى إطعام أسرهم ويريدون كسب 200 دولار، وهكذا يصبحون وحوشاً. نعم، أتفهم؟ أها، هذه طائرتي. تفقد هذا المنظر يا رجل، إنه رائع جداً. واو، أحضرني كارلوس إلى هنا عندما طلبت الإذن بالتحليق بطائرة بدون طيار. القيام بذلك محظور بشكل عام من قبل نفس الأشخاص المسلحين. لا أستطيع أن أخبركم كيف تمكنت من التحليق بطائرة دون طيار. يجب أن أذكر فقط أن كارلوس لا علاقة له بالطائرة، وقد طرت في يوم مختلف، وإلا سأسبب له المتاعب. العصابات التي تسيطر على الأحياء الفقيرة لا تسقط الطائرات بدون طيار فحسب، بل تسقط طائرات الهليكوبتر أيضاً. هذه لحظة سقوط مروحية الشرطة العسكرية.
بعد أن أطلق قطاع الطرق النار على عدة سيارات، بدأت المروحيات المدنية وهي شائعة للغاية في ريو دي جانيرو في التحليق فوق البحر. فقد تخضع الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو تقليدياً لسيطرة ثلاث عصابات، وقد كانت انطلاقتهم كأحزاب سياسية. أطاح الجيش بالرئيس البرازيلي جواو جولارت لأنه كان ينظر إليه على أنه مؤيد للشيوعية في عام 64. اتضح لاحقاً أن الأمريكيين ساعدوا الجيش وأرسلوا حاملة طائرات إلى البرازيل بأمر من الرئيس ليندون جونسون. سميت العملية الأخ سام. يعطي جونسون الأوامر عبر الهاتف لمساعدة الانقلاب. أعتقد أنه يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نكون مستعدين للقيام بكل ما يتعين علينا القيام به مثل بنما. أولئك الذين عارضوا الانقلاب تم اعتبارهم شيوعيين وسجنوا. عندما بدأت الدكتاتورية العسكرية، وجد ويليام دا سيلفا نفسه أيضاً خلف القضبان وبدأ في قراءة كارل ماركس، ولهذا حصل على لقب البروفيسور، كما قام بتشكيل عصابة من السجناء السياسيين للشيوعيين وسلطات العصابات ذات الوقت التي كانت تسمى في البداية الكتائب الحمراء ثم الفريق الأحمر. هذا الجد اللطيف الذي يغني أمام طلاب كلية الحقوق هو البروفيسور ويليام دا سيلفا. يعد منشئ إحدى أقوى المنظمات الإجرامية في البرازيل كلها. وفي نهاية حياته أطلق سراحه بسوار على كاحله، حيث كان ينظم أمسية أدبية بينما كان مرؤوسوه يبيعون الممنوعات. أنشأ البروفيسور تسلسلاً هرمياً صارماً في الفريق الأحمر، وفرض ضريبة على مساكن الطلبة، وتوصل إلى استراتيجية للتطوير، واكتسب الفريق الأحمر بفضل الشعارات شعبية سريعة. وستجد شعار هذه المنظمة في العديد من المناطق الفقيرة في ريو دي جانيرو. بحلول التسعينيات كانت هذه المنظمة تسيطر على جميع عمليات تهريب الممنوعات في ريو دي جانيرو. وصف البروفيسور كل هذا في كتابه 400-1 فقط، وهناك فيلم يحمل نفس الاسم ويوضح كيفية اعتماد ميثاق الفريق الأحمر، وتضمن جزء منها تعليمات حول كيفية تهريب الممنوعات في البلاد أو كيفية سرقة البنوك، والتي كانت موضع سخرية في البداية ولا أحد صدقها ولم تلقى شعبية. قم بتقييم حركة المرور واحسب أيضاً المدة التي سوف يستغرقها جرس الإنذار. أهرب من البنك بطريقة تتجنب التعرف على سيارتك. ما هذا؟ من الذي يعلمني؟ قل لي من؟ هذا النظام هو الأساسي، التنظيم والانضباط والقواعد أيها الرفيق، فهمت؟ عندما كان هؤلاء الأشخاص أطفالاً كنت أعمل بالفعل. انفصل لاحقاً أميغوس دوس أميغوس وكوماندو عن الفريق الأحمر، وكلاهما اشتراكي أيضاً، وعلى النقيض منهم الميليشيا، وهي عصابة تم إنشاؤها من الضباط السابقين والعساكر ورجال الإطفاء. أجرى البروفيسور مقابلة قبل وفاته مع القناة البرازيلية غلوب بوي. كان هناك تضامن كامل بيننا وفقاً لقواعدنا، لا يمكنك السرقة ولا يمكنك الاغتصاب ولا يمكنك الهروب. إن مبادئنا الشخصية ومثلنا العليا تمنعنا من القيام بهذا. هذا ما تبدو عليه الآن خريطة العصابات في ريو دي جانيرو والتي جمعتها المنظمة البرازيلية فونتي سيغورا. يسيطر الفريق الأحمر تقريباً على وسط المدينة بالكامل وشمالها وغربها والأحياء الفقيرة الأكثر اكتظاظاً، والميليشيا تسيطر على الشرق والبقية أقليات. تم الاستيلاء على روسينها من قبل الفريق الأحمر عام 2017. هل أنت مستعد؟ نعم. سوف نمشي الآن وسأريك الكثير من الأماكن الجميلة. حسناً؟ لننطلق. إنه منتصف النهار الآن، ولكن في نفس الوقت تشعر بأن المساء قد حل، لأن الضوء عملياً لا يخترق هذه الشوارع. إنها ضيقة جداً. انظروا إلى مدى قرب الأبواب من بعضها البعض. هنا يبلغ بعد الباب عن الآخر حرفياً نصف متر ولا تزيد عن 20 سنتيمتر، أي أن هناك ممراً داخل الشقة في نهايته للسرير ومكان للطاولة. لا يوجد مساحة لأي شيء، وفي كثير من الأحيان تكون الشقق هنا بهذا الحجم الصغير كما ترون.
الآن سوف أوضح لك كيف يتلقى الناس الرسائل. ليس لدينا عناوين هنا، وبالتالي تظل هذه الرسائل في الأسفل، وعندما يعود الناس من عملهم فإنهم يبحثون عن رسائلهم. تحتوي الأحياء الفقيرة على أرقام الشوارع والأزقة بدلاً من العناوين، والجميع في الشارع يعرفون بعضهم. انظر إلى هذا، هذا صندوق البريد، سوف أشرح لك كيف يعمل. هذه بطاقة ائتمان، لن يأخذها أحد، نحن نحترم بعضنا. المساعدة المتبادلة مهمة جداً، لن أقوم بسرقته لأنني قد أحتاج إلى مساعدة هذا الشخص. إذا طلبت منه بعض السكر فسيعطيني إياه، إذا طلبت مظلة فسيعطيني، إذا لم يكن لدي ما آكله سيعطيني أيضاً. لذلك نحن نحترم بعضنا البعض، وسوف تبقى هذه الرسالة هنا لأنه في المستقبل قد أحتاج إلى جاري، ولهذا نبقي أبوابنا مفتوحة. هل أنت متأكد من أن هذه بطاقة ائتمان؟ تلمسها. واو، تم إرسال بطاقة ائتمان إلى شخص ما ووضعها هنا، وهو لا يخشى أن يقوم شخص ما بسرقتها أو أخذها منه أو استخدامها. هناك العديد منها. هذه هناك الكثير من بطاقات الائتمان. نعم، ربما العشرات منها. يبدو اليوم هو يوم التسليم. يا رفاق، هناك بطاقات مصرفية ربما لم يتم تفعيلها بالطبع. من الناحية النظرية يمكن سرقتها، لكن لن يسرقها أحد، إنهم أمينون. ريو هي ببساطة العاصمة العالمية للسرقة. في الشوارع هنا يمكنهم السرقة حتى على البث التلفزيوني المباشر. لقد كنت... توقف! شاهدوا وقاحة اللص، حيث حاولت الفتاة تمزيق السلسلة من فتاة أخرى ولم تنجح، لكنها لا تستسلم. لقد دارت حول الحشد، ومن الواضح أنها حاولت مرة ثانية من خلف الحافلة. تحاول الضحية الابتعاد، لكن السارقة تقترب مرة أخرى. وعندما خلعت الضحية السلسلة، غضبت السارقة مستغربة، كيف سوف تتمكن من السرقة الآن؟ يحدث هذا طوال الوقت، حيث يتبع المراهق شخصاً ما في انتظار اللحظة المناسبة، ودون أن يخفي نواياه حقاً، لذلك يقوم بسرقة الضحية ويهرب ببطء. إحدى الطرق الشائعة جداً هي سرقة شيء ما من نافذة الحافلة. انظروا إلى هذا، عندما لا ينجح في السرقة يصرخون عليه بشيء ما فيجيبهم ويخلعون عليه. يعلمون كيفية سرقة الحافلات بأقدام عارية حتى لا يعيقه أي شيء عندما يقفز بعدها. يأخذ الشاب وقته في إعادة ارتداء حذائه ويبتسم بمرح، متأملاً الحظ الأوفر لاحقاً، حيث تتولى الشرطة الحراسة هنا. إنها شرطة سياسية تتولى حراسة الأماكن السياحية. انظروا إلى عدد سيارات الشرطة هنا، هؤلاء الرجال يتأكدون من أن الناس لا يسرقون. لا أعرف إذا كان بإمكانهم رؤية السرقات من النافذة أم لا، لكنهم على الأقل يحاولون. ينظر من النافذة، انظروا إلى الأسلحة التي لديهم. هذا كوبا كابانا. عندما أتيت إلى ريو لأول مرة، لم أكن أعرف إلى أين أذهب وما هي المناطق في ريو، وأكثر ما تردد هو كوبا كابانا. كانت مفرداتي تتألف من كوبا كابانا، كابرينيا، برايا، حفظت هذه الكلمات فقط. جاء ساشا إلى البرازيل منذ سنوات عدة، ويعمل كقبطان في استخراج النفط، وفي الوقت نفسه يتاجر بالعملة والتشفير، وهو أمر غير محظور هنا. أنا أسير الآن ممسكاً بالكاميرا بيدي الممدودة. لقد حذروني هنا من أن الأمر خطير للغاية، قد يسرقون الكاميرا ويهربون، فهل هذا صحيح؟ أم أنها مجرد قصص؟ هذا صحيح جزئياً بالطبع، ولكنه يتعلق بالتوقيت. الآن نحن نسير خلال النهار، وهناك الكثير من الناس في الشوارع، وغالباً ما تكون الشرطة مجتمعة، لذلك فإن الوضع ليس بهذه الخطورة بالطبع. ولكن إذا كان الوقت مساءً وقد حل الظلام بالفعل، هناك عدد قليل من الناس خلال أيام الأسبوع العادية، فأنا لا أوصي بالمشي بهذه الطريقة بسبب ما يمكن أن يحدث خاصة بجوار الطريق. وهنا يتسم الأمر بالسرقة أو تحدث أشياء عنيفة، هل سوف يشيرون السلاح ويهددون؟ لا، أخبرني هيا. نادرا. سمعت قصة ذات مرة عن رجل أعرفه، إنه لا يعيش في كوبا كابانا بل في منطقة أخرى، ويقول كان يمشي مع صديقه في المساء. لقد كان شارعا فقيرا نسبيا،
في منطقة غير سياحية. كانت الساعة 10 مساء حيث توقفت السيارة، وخرج الرجال بمسدسات وأخذوا منهم كل شيء وغادروا. كان الشارع مهجوراً، وكانت سيارة شرطة تلاحقهم حيث أوقفها الرجل وأوضح للشرطة أن السارقين ذهبوا من هنا، فاتجهوا وراءهم، وفي النهاية عادوا وقالوا إنهم قبضوا على الرجال، حتى أنهم أظهروا صورة السيارة وهي مصطدمة بعمود في الطريق. لقد اعتقلوا هؤلاء الرجال وأعادوا الأشياء التي سرقت منهم وأكملوا طريقهم، ولكنه غريب، غريب جدا بالفعل. لقد أعادوا لهم أغراضهم. تخيل، الشرطة طلبت المال منهم. كان هناك 500 ريال في المحفظة. أعاد الشرطي الأموال مع الهاتف المحمول، ولكن بعد ذلك طلب من الرجل أن يحول 500 ريال عبر تطبيق بيكس. أتصدق؟ هذا غريب، غريب جدا. تنقسم ريو دي جانيرو إلى عالمين يمكن رؤيتهما بوضوح حتى على الخريطة. هناك عالم من الشوارع المتعامدة والمنازل الشاهقة على الساحل، وهناك عالم من الشوارع المتعرجة والمنازل الملتصقة فوق بعضها البعض وتمتد إلى الجبال. في الأول يعيش ما يسمى بأهل الإسفلت، والثانية أهل التلال. تقسيم البرازيل إلى أهل الإسفلت وأهل التلال لا يقتصر فقط على التسجيل في الحكومة، بل يتعلق أيضاً بالعمل الذي غالباً ما يشغله سكان الإسفلت وأطفالهم، حيث يحصلون على وظائف ذات رواتب أعلى على عكس سكان التلال الذين يشغلون وظائف لا تدفع الكثير، لأنه يعتقد أنه لا يمكن ائتمانهم مالياً مخافة السرقة. ولا يتعلق الأمر فقط بالمظهر، حيث يرتدي سكان التلال ملابس أفقر بشكل ملحوظ أكثر من سكان الإسفلت الذين ينفقون أموال أكثر على ملابسهم، ولكن أيضاً لون بشرة سكان التلال غالباً ما تكون داكنة أو حتى سوداء، فهم من نسل العبيد السابقين. ولكن سكان الإسفلت في أغلب الأحيان من ذوي البشرة البيضاء وأحفاد المستعمرين البرتغاليين السابقين وغيرهم من المستعمرين الأوروبيين من خارج البلاد. لدى سكان الإسفلت وسكان التلال اختلاف متوسط العمر المتوقع ومستويات التعليم وعدد الأطفال. إنهم كشخصين برازيليين مختلفين يعيشان جنباً إلى جنب. هذه الأحياء الفقيرة هي الأكبر في أمريكا الجنوبية، يعيش ما لا يقل عن 160 ألف شخص في منطقة، لكن 50% من الأشخاص في منطقة يعيشون تحت مستوى الفقر، وهو ما يعادل $1.5 في اليوم. 80 ألف شخص يعيشون هكذا. هل تفاجأت يا ستاس؟ وفي الوقت نفسه نحن نعيش بين 2 من أغنى المناطق في الأسفل، ما نسميه ريو النرويج، حيث أفضل ضمان اجتماعي وبنية تحتية في المدينة، ويتراوح إيجار الشقة هناك بين 5 إلى 15 ألف دولار شهرياً. وعلى الجانب الآخر من منطقتي حيث التقينا تقريباً، توجد منطقة تسمى سان كونرادو، وهي واحدة من أغنى الأماكن في البرازيل، وإذا كنت ترغب في شراء شقة هناك فسوف تدفع من $1,000,000 أمريكي إلى $5,000,000. وكيف تفسرون لي وجود 80 ألف شخص يعيشون على أقل من $1.5؟ يتحدث كارلوس عن هذه المنطقة عند سفح روسينها، حيث توجد مباني شاهقة. يوجد في كل فناء حوض سباحة وملعب تنس، وبجانبه يوجد أحد أغلى مراكز التسوق في البرازيل. الغريب أن الأحياء الفقيرة في روسينها والوحدات السكنية في سان كونرادو تشترك في نفس محطة المترو، وفي الصباح يجتمع سكان كليهما على نفس المصعد. على الجانب الآخر من روسينها المنطقة الأرستقراطية ليبلون. ريو دي جانيرو ليست مجرد مدينة خضراء، مدينة قام فيها بزراعة الأشجار، لكنها بمثابة الغابة الكبيرة التي تم بداخلها بناء المنازل. أي أن المنازل هنا تتشابك عملياً مع النباتات، وهنا بعض الشوارع أشبه بغابة، ولكن في نفس الوقت بطبيعة الحال بها ممرات مرصوفة. انظروا إلى كثافة المساحات الخضراء. في السابق كانت ريو دي جانيرو عبارة عن غابة، لكنه من الرائع أن الغابة بقيت هكذا
وفي بعض الأحيان يكون لديكم إحساس بأنكم تسيرون عبر غابة بها منازل عندما يتم تصويرها من الأعلى، على سبيل المثال من طائرة بدون طيار. لا يكون الأمر مرئياً جداً بسبب كتل المنازل التي تغطي كل شيء وتتخللها الأشجار. ولكن عندما تمشي في شوارع ريو دي جانيرو ينتابك شعور لا يصدق، كما لو كنت في حديقة بيئية بها بعض الكتل الإسمنتية. هذا لا يصدق، إن السكن هنا كأنك في حديقة كبيرة جداً. حسناً، انظروا فقط إلى هذا المنزل، إنه مغطى بالأشجار بشكل كامل من الأعلى والجوانب، وهناك نفس المنزل تماماً بجانبه وهو أيضاً مغطى بالأشجار. ولهذا السبب، على الرغم من الجو الحار هنا في ريو دي جانيرو، لا يتم الإحساس بالحرارة، لأنه يمكنك دائماً الاختباء في الظل أو داخل منزلك المظلل بالأشجار بشكل كامل. نعم، تعجبني الطريقة الأنيقة التي يتم بها تمييز الأغنياء عن الآخرين في البرازيل، أي أنه توجد دائماً أسوار حول المنازل مع ممرات واسعة، وفي كثير من الأحيان سوف تكون هناك ردهات يمكنك الدخول إليها، ولكن هذه الأسوار ليست قبيحة على الإطلاق، بل تكون أنيقة. لاحظوا أن السياجة الموجودة في الشارع بالكامل مصنوع بنفس الطراز للحفاظ على التناسق والجمال، ولكن بالطبع هناك استثناءات، والقواعد بشكل عام تنص أن تكون الأبواب مصنوعة من الزجاج فقط والحديد، مثل هذا الذي أمامكم، حيث يبدو أن هناك سياجاً، وفي نفس الوقت لكي لا يلفت الأنظار بشكل كبير أيضاً. وأود أن أقول أن الفصل بين الأغنياء والفقراء في البرازيل يأخذ طابعاً أنيقاً جداً. نحن الآن في ليبلون، التي تعتبر أغلى منطقة في البرازيل. أها، ماذا تقصد عندما تقول إنها الأغلى؟ أعطني مثالاً على الأسعار، ما هي أسعار الشقق؟ حسناً، الثمن البدائي هو 1.5 مليون ريال أو 400,000 دولار، وقد يصل إلى 25 مليون ريال، أي حوالي 5 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير جداً بالفعل. نعم. أجل، عندما يتحدث الناس عن البرازيل فإنهم يتذكرون دائماً منطقة كوبا كابانا والسامبا، ولكن لدينا الكثير من الأماكن الجميلة الأخرى. لقد دعاني ألان إلى أحد هذه الأماكن الجميلة. نحن ذاهبون في مغامرة صغيرة يا رفاق، نريد الصعود إلى أجمل مكان في ريو دي جانيرو، لكن علينا فعل شيء قبل ذلك، أن نسأل الجيش ما إذا كان المسار آمناً. فهمت، شكراً. سنستقل الحافلة إلى الأحياء الفقيرة. يبدو لي أن الحافلة تتمتع بأجمل منظر من النافذة. سننزل في فيد ييغال، وبعد ذلك سوف نذهب إلى الجزء العلوي. سنبحث عن سائق دراجة. نتابع طريقنا بالدراجة. ماذا؟ وبعد دقائق قليلة من الرحلة المثيرة للقلق، لننطلق. هيا بنا، اليوم رائع. من خلال المشي عبر الأحياء الفقيرة سترون مدينة ريو بأكملها تحت أقدامكم يا رفاق. الطريق يأخذنا إلى وراء الأكواخ. يا رفاق، نحن بالفعل على مشارف الأحياء الفقيرة. أنا أسير على قاعدة إن لاحظتم، انظروا إنها ضيقة. إنه كلب. نعم كلب. تجدون أنفسكم في الغابة، غابة حقيقية داخل ريو دي جانيرو. هذا التسلق صعب جدا، كانت أول 100 متر سهلة جدا، ثم ازداد صعوبة حيث علينا تسلق الصخور. سوف أخبرك قصة عن هذا المكان. ذات مرة استحبت سائحين ألمانيين إلى هنا لمشاهدة الشروق. نعم.
وهكذا نسير في الظلام لنمسك بأشعة الشمس الأولى. خرجنا عبر الغابة، ثم رأيت شيئاً يتحرك من بين الأشجار. اعتقدت أنهم يفعلون شيئاً ما، ولكن بعد أن ألقيت نظرة رأيت أن هناك رجالاً يرتدون ملابس عسكرية. تبين أنهم تجار ممنوعات ويوجهون بنادقهم نحوي. واو. أخبرتهم أنني مرشد سياحي، لا تقتلوني، وفي النهاية صافحوني وقالوا اذهب، إنهم يتجولون هنا فحسب ويقومون بدوريات ويعتنون بالمنطقة. أيمكنك مصادفتهم؟ نعم. ماذا علي أن أفعل إذا قابلت تاجر ممنوعات في الغابة وأنا أمشي الآن؟ أخبرني هيا. قل له مرحبا، كيف حالك؟ لا تقلق، إنهم فقط يعتنون بالإقليم لمنع العصابات الأخرى من غزو أراضيهم. هذا هو نظام الممنوعات، لكن بالنسبة للسياح فإن الأمر ليس بهذه الخطورة. لا يريدون قتلهم لأن ذلك سوف يؤدي إلى مشكلة دولية. أنا مبتل تماماً. إذا تعرقت فأنت لا تزال حياً. نعم. إذا توقفنا عن التعرق نكون قد متنا. هذا خطر. واو. هذه منطقة فقيرة ومنطقة غنية، وهناك لدينا أعلى صخرة متجانسة في العالم بجوار البحر. متجانسة أي أنها مصنوعة كلها من حجر واحد، وفي الأعلى هناك غابة ضخمة تعتبر أكبر غابة حضرية في العالم كله على الإطلاق. هذه هي ديجوكا، وهي في الواقع ثالث أكبر غابة حضرية في العالم، والثانية بالقرب منها وهي بيدرا برانكا. بينهما منطقة ضخمة من الأحياء الفقيرة، قبلها مدينة الله الشهيرة. وتأكدوا من مشاهدة الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، سأخبركم المزيد عنها لاحقاً. الفكرة ليست الوصول إلى غايتنا، بل الاستمتاع بالرحلة. يمكننا أن نتوقف قليلاً ونستمع للطبيعة. سقايا ترتجفان قليلاً. استمع إلى صوت الغابة. هذه أعلى نقطة في ريو، وهي قمة تيجوكا. يمكننا الذهاب إلى هناك أيضاً. والنقطة المرتفعة الثانية هي بيدرا داجايفا، وتمثال المسيح يقف على النقطة المرتفعة الثالثة. رخي جسدك، أنت متوتر للغاية. ارخي كتفيك، أنت متوتر جداً. هدئ من روعك يا صديقي. نعم، لقد استرخيت. أوه. الشيء المثير للاهتمام أثناء الصعود هو أنكم في بعض الأحيان قد تصادفون ساحات كهذه، حيث يمكنكم مشاهدة هذه المناظر. منظر لا يصدق بالفعل. ريو دي جانيرو منظرها رائع من هنا. أوه، هيا بنا. لنمضي. استعد لرؤية قلب مدينة ريو من أعلى نقطة على الإطلاق. انظر. مدينة ريو بأكملها في متناول أيديكم يا رفاق. هنا ليبلون، وهنا كوبا كابانا، هناك في المركز يوجد المطار. انظروا إلى تمثال المسيح. كان الأمر صعباً ومؤلماً جداً، ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء الصعبة، كان الأمر يستحق. رائع. وبعد التغلب على كل هذه الصعاب ترون الجمال الحقيقي لريو دي جانيرو.
نحن على قمة جبل الأخوين الذي يوفر إطلالات على جميع شواطئ ريو. كيف يتم الحفاظ على نظافة كل هذه الشواطئ؟ فهي ضخمة وهناك الكثير من السياح والكثير من الناس. تعد البرازيل الأولى في إعادة التدوير، ولكن هنا الأمر ليس كما هو الحال في بلدان أخرى في العالم، حيث ترتبط إعادة التدوير بالاقتصاد، وهو عمل الكثير. بالطبع. نعم، إن مستوى إعادة التدوير في البرازيل مذهل حقاً. وصلت البلاد إلى إعادة تدوير علب الألمونيوم بنسبة 100% في عام 2022. مثلاً، لن تجد في أي مكان هذا العدد من الأشخاص الذين يبحثون في أكياس القمامة. يتوجه سكان الأحياء الفقيرة في المساء إلى الأحياء الفاخرة للعثور على العلب والزجاجات لإعادة التدوير، ويخرجون إلى الشواطئ لجمع القمامة والأشياء الثمينة من السائحين. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. لا تخف. يأخذني فيكتور إلى منزله في الأحياء. طلبت منه أن يريني المنزل من الداخل. هل ترى هذه الأسلاك هنا؟ لقد أحضرتها بنفسي من أحد الجيران. هذه هي الطريقة التي نسرق بها الكهرباء. سأريك الآن. اقترب. هيا. دعنا نذهب. هيا. بنيت هذا المنزل بنفسي منذ البداية. أقوم بتحسينه منذ 6 سنوات حتى الآن. في البداية كانت أرض وقمنا بتنظيفها. لقد قمت أنا وأصدقائي بحفر الأساس وصببت أعمدة خرسانية ووضعت الطوبة واستمريت في العمل إلى أن أصبح هكذا. كما قام بتوصيل الكهرباء بنفسه، لا أحد تقريباً في الأحياء الفقيرة يدفع الفواتير. لدينا هناك طريق سريع، ولكن هل هناك من يدفع؟ الشركات الموجودة هنا. ماذا تقول أيها العجوز؟ لا أحد يدفع هنا، إنها مكلفة جداً. فقط تخيل مستوى الرواتب هنا. ليس لدينا ما يكفي لدفع فاتورة الكهرباء مطلقاً. الأغنياء من أهالي الإسفلت يدفعون ما بين 300 و400 ريال. من يستطيع دفع هذا المبلغ هنا؟ الناس رواتبهم 1200 ريال هنا، 500 ريال ثمن للكهرباء، ومن ثم يجب دفع ثمن الماء. وماذا بالنسبة للطعام؟ الراتب لن يكفي، لن يكفي أبداً لكل هذا. سكان الأحياء الفقيرة لا يدفعون ثمن المياه. في الأحياء الفقيرة، الأسلحة جزء من الثقافة، صحيح؟ لأنني أرى أن الناس هنا يمرون أمام أشخاص آخرين يحملون أسلحة ولا أحد يهتم أبداً. ما رأيكم بهذا؟ أجل، انظروا إلى عيون فيكتور وصديقه. ألم تلاحظوا أي شيء غريب؟ دعونا نرجع الفيديو قليلاً يا رفاق. توقف. انظروا الآن من يأتي من الخلف. رجل يحمل مدفع رشاشاً ضخماً جداً. جحظت عيون فيكتور لأنه أدرك أننا قمنا بتصويره، لكننا أخفينا الوجوه حتى لا نؤذي أحداً بالفعل. مر للتو هنا رجل يحمل سلاحاً كبيراً لأنهم جداً. يقومون بدورية. أخبروني أن هذا هو طريقهم المعتاد. هذه هي صعوبة التصوير في الأحياء الفقيرة، حيث يمكن للشخص الذي يحمل المدافع وحتى قاذفات القنابل اليدوية الخروج فجأة من أي زاوية حرفياً. مشيت عبر الأحياء الفقيرة مع كارلوس في وقت لاحق من المساء وصادفنا شيئاً مماثلاً. أطفئ الكاميرا. انظروا إن الرجل لديه بندقيتان هجوميتان ومسدس في حزامه. لماذا هذا الكم من الأسلحة؟ يجب إطفاء الكاميرا. بينما نسير في هذه الشوارع الخلفية، يقول كارلوس باستمرار: ضع الكاميرا جانباً، ويكررها. نعم، نلتقي باستمرار بأشخاص مدججين بالسلاح والمدافع، الرشاشة المستقيمة والمسدسات وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، هم يحملون عدة أسلحة في نفس الوقت. لقد وصلنا بالقرب من الكنيسة. عذرا، لا يمكنني التصوير. حسناً، علي أن أبعد الكاميرا مجدداً. سوف أقول هذا الآن ثم أمضي قدماً. لقد قمت بتصويرهم بالفعل، لأن الجميع اعتاد علي لدرجة أنهم لا يهتمون بالكاميرا الخاصة بي بعد الآن. لكن إذا أريتكم التقط فسوف يقتلون كارلوس، ولهذا السبب لن أعرض هذه اللقطات. أنا آسف، أعتذر منكم. عندما تدخل في هذا التنظيم وتحصل على مسدس، تنضم إلى عصابة وتبدأ في الشعور بأنك رجل منها. لقد أثار هذا الموضوع غضبي، لأنني فكرت بأنني رائع للغاية.
لكن هذا هراء. المكانة الاجتماعية، أي أن لديك المال والفتيات يرغبون في مرافقتك، يعطونك دراجة وبندقية آلية. هل تقومون بطريقة ما بتدريب الأطفال هنا على كيفية التعامل مع هذا الأمر؟ لأنني أرى أطفالاً يحملون هذه الأسلحة الضخمة، لا أعرف إذا كانوا يعرفون كيف يتعاملون معها. أخبرني. إنهم لا يعرفون شيئاً، ولا يتم تعليمهم هذا على الإطلاق، ولا يوجد تدريب خاص. يأتي شاب في أغلب الأحيان ويبدي رغبته في الانضمام، يتم تكليفه بمهمة معينة لها علاقة بتوصيل المنتجات. نكون قد حصلنا على رجل إضافي لأداء مهمات معينة، وسرعان ما ستحصل على مسدس. لا يلعب الأطفال من سن مبكرة بالمسدسات فحسب، بل يبدأون أيضاً في تقليد قطاع الطرق. من يريد أن يتلقى رصاصة؟ تدخل فيما لا يعنيك وسوف نقتلك. سوف نقتلكم جميعاً. انظر إليهم، يرفعون أسلحتهم ويصرخون. ما كانت تلك الكلمات بالضبط؟ شيء من هذا القبيل: إذا عبثتم معنا فسوف نقتلكم جميعاً أيها الأوغاد. هذا محزن. ولدت في أحد الأحياء الفقيرة، ومنذ الطفولة لم تكن حياتي سهلة بسبب مجموعة من الكمائن. الحياة في الأحياء الفقيرة ليست مثل الحياة على الإسفلت. هنا يجب أن تتعلم كسب المال منذ الطفولة، يجب أن تبدأ في جلب المال إلى المنزل حتى وإن كنت طفلاً. لقد أصبت بحروق عندما كان عمري 10 سنوات، كما ترى آثار ندوب هنا، كان لدي مثلها على وجهي ورقبتي. قررت والدتي بعد هذه الحادثة أن تجري لي عملية جراحية لترميم الجلد، حيث اضطررت إلى اقتراض المال من الرجل الذي كان مسؤولاً عن روسينها في ذلك الوقت، ولهذا كان عليها أن تنضم إلى عصابتهم. أصبحت مدينة للعصابة بعد كل ذلك، لذلك نشأت بالفعل عند نقطة بيع الممنوعات. كنت أذهب إلى المدرسة ثم إلى نقطة بيع الممنوعات للحصول على المال. وبعد ذلك بدأت الحرب هنا بين الأحياء الفقيرة عام 2004. لقد كانت حرباً حقيقية، وفي هذه الحرب قتل عمي واضطرت والدتي للفرار. لم يكن معنا مال، وكنا نذهب لجمع القمامة عند الأسواق أو المحلات التجارية لمجرد تناول الطعام، حيث يتم التخلص من الطعام هناك، وكنا نقوم بجمع هذا الطعام، لكن كان من المستحيل أن نعيش حياة طبيعية. لقد بدأت العمل في إحدى الحانات، وبقيت نوعاً ما المسؤول عن المنزل، وكان أخي قد مات بالفعل، وكان لا يزال لدي شقيقتان لأعتني بهما حينها. أجل، لقد كانا مسؤولتان مني، لقد اعتنيت بهما بالفعل. كثيراً ما يقال إن الأشخاص الذين ينضمون إلى عصابات الشوارع هم أولئك الذين لا يريدون التعلم، لكن إذا وجدتم أنفسكم في مثل هذا الموقف عندما تضطر الأم إلى بيع نفسها في الحانة وتطلب الأخوات الخبز لأنهم جياع، فهل سوف تتناول الكتب أم الأسلحة؟ سؤال صعب، لكن من الرائع أن فيكتور تمكن من الاستقالة وهو الآن يبني المنازل ويسجل أغاني. وتساعد المعارف السابقة على عدم إنفاق الأموال على المعدات اللازمة. هل تعرف ما الذي يدهشك حقاً عندما تتجول هنا؟ هو عدد الأشخاص الذين يحملون هواتف. عند التجول في مدن البرازيل تعتاد على حقيقة أنه لا أحد يحمل هاتفاً في يديه، وعندما ترى فجأة أشخاصاً في الشارع يحملون هاتفاً فأنت تريد إنقاذهم، تريد أن تقول ضعوا هواتفكم جانباً، هؤلاء هم السكان المحليون وهؤلاء الأشخاص يعرفون. انظروا، هناك فتاة تحمل هاتفاً في يدها هنا. إن هواتفهم لن تسرق هنا على الإطلاق. الأحياء الفقيرة هي في الواقع المكان الأكثر أماناً في البرازيل، بغض النظر عن مدى التناقض الكبير. الفتيات لا يخفن من حمل الحقيبة على كتف واحدة حتى بالقرب من الطريق.
قد يكون من الصعب عليكم أن تتخيلوا كم هو مدهش رؤية رجل يحمل هاتفاً ويقف ببساطة على جانب الطريق، لا يخاف من الوقوف على جانب الطريق وتعرضه للانتشال من قبل الدراجات أو أحد ما، ولا يمكنك رؤية ذلك في البرازيل إلا في الأحياء هنا. أريد أن أقوم بتجربة مجنونة لا أعرف أبعادها. هذه ريو دي جانيرو، حي روسينها، أكبر حي فقير في المدينة، وأريد التحقق مما إذا كان الناس يسرقون. سوف أترك هذه وأراقب ما إن كان أي شخص سوف يأخذها أم لا. وضعت المحفظة ببساطة على عربة لبيع الشطائر. الشاب لا يفهم ما فعلته حتى الآن. تركت المحفظة في الشارع. الكثير من الناس يمشون هنا وينظرون لها. واه، يبدو هذا جنونياً في ريو دي جانيرو. لا أعتقد أن المحفظة ستبقى بصراحة. أعتقد أن أحداً ما سيأخذها. يبدو أن هذا الطفل لاحظ المحفظة التي لا مالك لها، لكنه وصل طريقه، ربما لأن والدته معه. جلست بعيداً عن المكان الذي وضعت فيه المحفظة حتى لا يراني أحد. جلست في مقهى لأشاهد ما الذي سيحصل. إنني أراقب عن كثب. من الواضح أيضاً أن هذا الشاب الأكبر سناً قد لاحظ محفظتي وخطر في باله أن يأخذها، لكنه انشغل في هاتفه بالفعل. وبعد حوالي 10 دقائق من الانتظار قررت تغيير نقطة المراقبة وخاطرت بالابتعاد. غادرت المقهى يا رفاق. لم أستطع الجلوس ساكناً لأنني قلق للغاية. المحفظة ما زالت هناك. لقد ابتعدت أكثر وفكرت أنه ربما أنا من يربك الناس بطريقة ما، لذلك لا أحد يأخذها. كان الناس يسيرون بالقرب من المكان وكانت الدراجات النارية تمر، واقترب المشترون من التاجر لشراء الطعام ولم يلمسها أحد. راقبت المحفظة لأكثر من 20 دقيقة وأعتقد أنه ربما يتعين علي نقلها إلى مكان آخر ليرونها أكثر. فلنحاول وضعها على الطاولة بهذه الطريقة لأنه ربما كانوا لا يلاحظونها هناك. محفظة سوداء على طاولة حمراء فارغة، أصبح الجميع يراها. لكن الناس يتجاهلونها، وأخيراً قرر شخص ما أن يأخذها. اعتقدت أنني قبضت على اللص، ولكن اتضح أنها النادلة. نعم، هذا ملكي. اعتقدت أن هناك من نسيها. جاءت النادلة ولاحظت المحفظة ولم تعرف لمن، وحملتها إلى الداخل لكي تسلمها لأمين الصندوق. أعدت المحفظة إلى الطاولة وبدأت في الانتظار. من المؤكد أن الرجل رآها، ولكنه ابتعد. لقد ابتعدت حتى لا أحرج أحد. المحفظة موجودة على الطاولة. أشعر بالحزن جداً. المحفظة ليست هاتفاً وليست حاسوباً محمولاً، إنها مليئة بالنقود. بإمكان أي أحد أخذها والهرب واستخدامها. أشعر وكأنني محرض على السوء، ولكن من المثير للاهتمام أن أرى ما إن كان سوف يحدث شيء ما أم لا. فأنا أقف وظهري إلى محفظتي، لا زالت. لكن معظم الأشخاص الذين رأوا الغرض الثمين على الطاولة أكملوا سيرهم. والغريب أنه إذا صادفتهم في مناطق غنية قد يتجنبهم السائحون، معتقدين أنهم ربما لصوص. ولكن في الواقع لم يكن أي منهم مهتماً بالمحفظة على الإطلاق. كنت قلقاً للغاية قبل التجربة، لدرجة أنني نسيت إخراج الأموال والبطاقات. انتهت التجربة، وإذا كنتم تعتقدون أنني قريب من المحفظة، سأقوم بحساب الخطوات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 9. أي إذا سرقها شخص ما وهرب راكداً أو ركب دراجة ولم أتمكن من اللحاق به، كان من الممكن سرقتها بسهولة. والاختفاء بين الأشخاص في هذا الشارع المزدحم الذي أمامكم. لا تكرروا هذه التجربة مطلقاً. يراودني شعور كامل بأن السرقة أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه في أجزاء أخرى من ريو دي جانيرو. أنا متأكد أن محفظتي الآن سليمة،
نعم، أنا متأكد من ذلك. إنها سليمة. كيف حالك؟ أأنت بخير؟ كل شيء على ما يرام. هذا ستاس. أهلاً، أنا مدوّن. هل سوف تصبح من المشاهير؟ أجل، سأصبح من المشاهير، فماذا في ذلك؟ سأكون نجماً. أجل بالطبع. جان أحد المشاهير المحليين، فرنسي انتقل للعيش في الأحياء الفقيرة. كنت أعيش في فندق على التل فوق هذه الأحياء الفقيرة، لكنني كنت آخر ضيف هناك، وأخبرني المالك ستغادر، لم يبقى أحد غيرك، وخدمتك باهظة الثمن بالنسبة لي، وقررت استئجار غرفة في الأحياء الفقيرة، حيث اعتقدت أنني سوف أضطر إلى البقاء لفترة، لأن إمكانياتي المادية لم تكن تسمح لي في ذلك الوقت بالبقاء، فكان الأمر بمثابة صدمة لي. أجل، هذه الشرفة يا رفاق إحدى أفضل الشرفات هنا، انظروا إلى إطلالتها على المحيط الأطلسي، أفضل شواطئ ريو دي جانيرو أسفلنا، وهذه الشرفة نفسها والتي يبدو أنها تكلف مليون دولار، تقع في وسط الأحياء الفقيرة. انظروا جيداً، هذا هو سطح منزل جان في الحي. أنت في منزلي الآن، أردت أن أجعله مكاناً هادئاً، واتضح لي أنه أفضل مكان في العالم بأسره. لماذا قررت أن تجعل أفضل مكان في العالم هنا؟ أخبرني. أحب الأحياء الفقيرة. يوجد شاطئ إيبانيما حيث تشرق الشمس من هناك صباحاً. هذا هو لوح ركوب الأمواج الخاص بي. لقد صنعت طاولة منه. أشرب القهوة هناك. لديك أيضاً علم فرنسا هنا. نعم، والعلم الإيطالي عند فرن البيتزا. جان افتتح أيضاً ما يشبه فندقاً صغيراً في الأحياء الفقيرة. هل كان لديك طلب الإذن من العصابة لفتح مشروع تجاري هنا؟ هل قلت لهم سوف أقوم بإنشاء عمل خاص بي؟ هل أستطيع القيام بذلك؟ أم لا يمكنك ذلك؟ أخبرني. لا، لم أطلب منهم أي شيء، هذا ليس ضرورياً هنا. إذا كنت تريد استئجار شقة، قم بذلك، ولن يزعجك أحد، ولن يسألك أحد عن أي شيء على الإطلاق إذا لم تخلق المشاكل. إلى جانب ذلك، فإن عملي يفيد الحي الفقير بأكمله، لأنه يولد تدفقاً نقدياً لهم. أجل، يوفر السيولة، وهذا شيء يناسبهم. ولكن هل عليك أن تدفع ثمن الحماية؟ لأن الكثير من الناس يقولون أنه يتعين عليك هنا الدفع إما للشرطة أو للعصابات. هل هذا صحيح؟ لا. لا حاجة؟ لا. لا، لا شيء؟ لم أدفع شيئاً على الإطلاق. تحتاج إلى الاتصال بالعصابة فيما يخص جميع تصاريح البناء وتسوية النزاعات في الأحياء الفقيرة، والعصابة تمنع أعمال السلب والسرقة والقتل والاقتحام في الأحياء الفقيرة، ولا يمكن لأحد حتى أن يهينك في الأحياء الفقيرة، سوف تكون هناك عقوبة شديدة على ذلك. تسيطر على هذه الأحياء الفقيرة أكبر جماعة إجرامية في البرازيل، يطلق عليها الفريق الأحمر. لقد نشأوا في سجن إلها جراندي في فترة الدكتاتورية. سجن هناك الكثير من الناس ونشأت هذه المجموعة. قامت هذه المجموعة بتجنيد ما يقرب من 50,000 مقاتل حول العالم على مدار الأعوام، يتاجرون بالممنوعات والجريمة أيضاً، لكن عالم الجريمة هنا يختلف عن أي مكان آخر. هنا لا يمكنهم فعل أشياء قاسية، لأن دور هذه المجموعة أن تكون وسيطاً. إذا كانت لديك مشكلة مع أحد الجيران، فإنهم يساعدوك على التفاوض ويحلون مشاكلك بين الناس. إنهم لا يحبذون العداوات والمعارك، لأنهم بغنى عنها، وبالفعل لا يحبون الدخول بعداءات مع أحد. أخبرني كارلوس بنفس الشيء، معدل الجريمة في الأحياء الفقيرة أقل بكثير منه خارج الأحياء الفقيرة.
من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما إذا كانت الأحياء الفقيرة خطيرة أم لا، لأن هذا يتوقف على سلوكك. كيف يمكن أن يكون هذا المكان خطيراً إذا كان الجميع يتجولون بحرية مطلقة؟ مدينة الأغنياء تخلو شوارعها بعد الساعة 6 مساءً، والكثير من الناس يشترون شققاً بملايين الدولارات، ولديهم ملاعب ترفيهية رائعة، لكننا لا نرى طفلاً واحداً يلعب بها أو يسبح في المسابح خاصتهم. إنهم يشترون مساكن باهظة الثمن ويجلسون فيها كما لو كانوا في السجن تماماً. وكما رأيت هنا، الأطفال يركضون ويلعبون من تلقاء أنفسهم، ولا أحد يزعجهم، ومن السهل جداً على طفل في أمريكا أو أوروبا أن يسرق مسدس والديه ويطلق النار، لأنه مصاب بالاكتئاب بسبب حصوله على درجة سيئة في المدرسة. أما هذا السلاح يعد شيئاً خطيراً. هناك قانونان نتبعهما، قوانين لكل البرازيل وقوانين خاصة في الأحياء، ويجب عليك احترام جيرانك واحترام النظام هنا لكي يبقى الوضع مستقراً. كل شيء هنا يشبه التواجد في قرية وسط المدينة. هل سبق لك أن سرقت هنا من قبل؟ أقصد لصوص؟ أقصد هذا جنون، بالطبع لا. لدي دراجة نارية وأترك المفاتيح فيها. هل تعتقد أن أحداً سيلمسها؟ لا، لا يسرقون هنا، لا أحد يسرق، لا أحد يدخل إلى منازل الآخرين، الاحترام التام. أنا أكثر أماناً هنا في الأحياء الفقيرة من ممشى كوبا كابانا. هل يحدث إطلاق نار من وقت لآخر هنا؟ أخبرني. خاصة في ليلة رأس السنة. هناك مقاطع عن إطلاق النار في الأحياء الفقيرة، صحيح؟ ليست الأحياء الفقيرة هي التي تطلق النار، بل رجال الشرطة هم الذين يطلقون النار في الأحياء الفقيرة ليظهروا لهم أنهم يضمنون سلامتهم. انتهت عمليات إطلاق النار بين الأحياء الفقيرة نفسها، أو أصبحت في الماضي. الشرطة فقط هي التي تستعرض، حيث يأتون إلى هنا للتصوير، ونحن نموت خلال هذه العروض. تجدون الثقوب في الجدران التي عند مدخل العديد من الأحياء الفقيرة. هل كل ذلك من الرصاص؟ نعم، يبدأون في إطلاق النار عندما يدخلون الأحياء. أستاذ، أطفئ الكاميرا مرة أخرى. قصة مضحكة. اليوم جمعة، صحيح؟ نعم. إن الجميع يعلم أن الشرطة سوف تأتي يوم الاثنين المقبل. هل تعرف كيف؟ كيف؟ كيف يعرف التجار أن الشرطة قادمة؟ كيف؟ لأنهم أصدقاء. تقول الشرطة: أعطونا كيلو من الممنوعات ومسدسين وجهاز اتصال لاسلكي وما إلى ذلك، وسوف نعرض على التلفاز أننا نحاربكم. وبالتالي يخبرنا التجار أن الشرطة قادمة. التجار أنفسهم يغادرون، لكنهم يحذرون الجميع من الخروج إلى الشوارع من أجل إطلاق النار، لأن الشرطة تقتل الكثير من الناس في الأحياء. هل تعلم كم عدد الشباب الذين يموتون هنا كل عام؟ أكثر من 18,000. تتحدث عن ضحايا عشوائيين، صحيح؟ لا يقتصر الأمر على ذلك. إنهم بحاجة إلى قتل شخص ما أو وضع شخص ما في السجن لإرضاء المجتمع الإسفلتي. لا أحد يهتم بأن التجار أنفسهم هربوا، ولهذا السبب عندما يكون رجال الشرطة في الأحياء الفقيرة لا يخرج أحد. الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم يخافون منهم، يطلقون عليهم. مثل عندما تكون دولة ما في حالة حرب مع دولة أخرى وتعتبر الطرف الآخر عدواً، فإنها ببساطة تطلق النار على الجميع لأنهم يعتقدون أنهم ضدهم. قتل رجال الشرطة أخي. أخاك؟ نعم، قتل أخي في عام 2010. كان أخي يبلغ من العمر 17، كما قتل ابن أخي بعدها. كان ابن أخي هنا في هذه الساحة التي خلفك، حيث جاءوا على متن شاحنة كبيرة حينها. ادخل وألقي نظرة على آثار العملية، انظر. دخلت الشرطة إلى الحي على متن شاحنة.
ركض ابن أخي، لكن رجال الشرطة كانوا يختبئون بالفعل في مكان ما في المبنى. لا أعرف بالضبط كيف أقول ذلك باللغة الإنجليزية. بدأوا في إطلاق النار، وكان هناك مجموعة. سقط ابن أخي، قتل حينها ابن أخي على يد الشرطة. للأسف قتل ابن أخي على يد الشرطة. نعم. أكان ابن أخيك يبيع الممنوعات؟ ماذا؟ هيا تكلم، كان ابن أخيك؟ لماذا قتل؟ نعم، لكن هذه ليست الحرب على الممنوعات، بل هي حرب على الفقراء ومع السود. لدينا نائب في البرازيل، وهذا النائب لديه مروحية، وعثرت الشرطة في مزرعته على 5 أطنان. لا أعلم كيف أقولها. لا، إنها بالإنجليزية 5 أطنان، نصف طن. نصف طن، مئات الكيلوغرامات. نعم نعم، مئات الكيلوغرامات من الممنوعات، وهذا النائب لم يزين حتى. عثر بحوزة النائب غوستافو باريلا على مروحية وسيارة مليئة بالممنوعات. كان يطلق عليه هو ووالده زيزي باريلا، لقب أحد تجار الممنوعات الرئيسيين في البرازيل كلها. تم التنصت على هاتفهم مرة. اشتكى زيزي من أنه لم يرتكب أي خطأ، بل كان يبيع الممنوعات فقط، ونتيجة لذلك لم تجد الشرطة البرازيلية أي شيء غير قانوني. يقول لي الناس من المدينة: الأحياء الفقيرة خطيرة يا كارلوس، لكنهم لا يعرفون شيئاً عندما يطلقون عليها لقب المكان الخطير، فإنهم يتهمون 794 مجتمعاً بأنهم خطيرين. عندما يقولون هذا، فإنهم يطلقون على 2.5 مليون شخص لقب الخطير دون رحمة، أي أنني خطير، وكل هؤلاء الأطفال خطيرون. جارتي ماريا خطيرة. أتعرف لماذا؟ الناس هنا فقراء، ويمكنك أن ترى ذلك بنفسك. يظهر ذلك على ملابسنا ومظاهرنا. هل تعتقد أنه عندما نمر بجوار شرطي سوف يظن لوهلة بأنني لست سيئاً؟ يبدو حي روسينها كمصنع كبير، حيث كل شيء على قدم وساق، أي أن هناك محلات تصليح، وهنا بعض المتاجر التي تبيع، ويقومون بخياطة الملابس. في مكان ما يقومون بإصلاح الدراجات النارية، ويعيشون حياة كاملة. إنه مجرد شعور بأنك تغلي باستمرار في مصنع يبدو غير اعتيادي. إنه كشيء غريب، لا أعرف كيف أصفه لكم يا رفاق. انظروا، هذا شارع الحانات هنا في روسينها، أي توجد هنا عدد هائل من الحانات حيث يجلس الأشخاص ويستريحون. تأملوا العدد الكبير لهذه الحانات للناس المحليين فقط. إنها على جانبي الطريق. والآن تأملوا الأرصفة هنا وانتبهوا لنظافتها. بالتأكيد لا أريد أن أقول إن المكان نظيف كما في اليابان مثلاً، لكنه نظيف حقاً، أي أنه من الواضح أنهم ينظفون طوال الوقت هنا. لا توجد قمامة هنا، يوجد بعض العقاب لكن ليس بكثرة مطلقاً، أي أنه لا يوجد أقوام من القمامة هنا، وهذا يدل على النظافة يا رفاق، صحيح؟ لدينا الماء، ولدينا الكهرباء، ولدينا كل شيء هنا، كما يوجد إنترنت سلكي مجاناً. نعم، مجاناً. هل لديك ماء وكهرباء مجانية؟ لا، أي نعم ولا. عندما كنت أقوم ببناء منزلي، قلت إنني أريد الذهاب إلى الشركة وجعل كل شيء رسمي. قال لي جاري: لا يا جان، اذهب لرؤية الرجل المعني، خذ الكابل منه واقطعه، هذا كل شيء. سأريكم ذلك لاحقاً، ويدعى جاتو، أي قطة. إنشاء جاتو يعني التوصيل مجاناً، وهناك من يدفع، ولكن ليس كذلك. يوجد الكثير من الناس قادرين على الدفع، ولكن الغالبية العظمى لا يستطيعون. سعر غير كامل. نعم، ليس كاملاً، مجرد مساهمة رسوم فقط، ونفس الشيء مع الماء.
لكنني لا أفهم، إذا قمت بالتوصيل مع شخص ما فيجب على هذا الشخص أن يدفع، صحيح؟ أخبرني، اشرح لي. كل هؤلاء الأغنياء هم من يدفعون. ليبلون؟ ليبلون هي التي تدفع الرسوم. انظروا فقط إلى مقدار الرسوم الجدارية، علاوة على ذلك فهي ذات جودة عالية جداً. انظروا، هذه ليست مجرد رسمة واحدة منفصلة. مرحباً، هذا صديقي الروسي. أنت تمشي في الأحياء الفقيرة كما لو كنت في معرض فني، هناك رسوم على الجدران كل بأسلوبه، ولكن معظمها جميلة جداً يا رفاق. تأملوا هذا على سبيل المثال. ألا أستطيع التقاط المزيد من الصور؟ يجب أن أتوقف، صحيح؟ ماذا؟ نعم، يجب إيقاف التصوير. اعذروني، لا أستطيع التصوير هناك بسبب وجود مسلحي، لكن صدقوني هناك أيضاً رسوم جميلة. يعيش العديد من المبدعين في الأحياء الفقيرة. أصبح الفنان فارك على سبيل المثال مشهوراً بملائكته التي سوف تقابلها في أنحاء ريو، ولكن حتى بعد أن اكتسب شهرة عالمية فإنه لا يزال يعيش في الأحياء الفقيرة. يوجد هنا العديد من الفنانين والموسيقيين والرسامين الذين لا يبدعون من أجل المال فقط. أحد الأمثلة الأكثر الملفتة هو هذا الدرج الشهير المؤدي إلى أحدى الأحياء الفقيرة في منطقة لابا، والذي صممه الفنان خورخي سيلارون. قام الفنان البرازيلي خورخي سيلارون بتزيين البلاطات ل23 عاماً. بدأ مسيرته في رسم لوحاته وبيعها، وكان يشتري البلاط ويقوم بتزيين المنطقة بجانب منزله. ازداد هذا السلم شعبية أكثر فأكثر، وبالتالي بدأ السياح بإحضار البلاط له وبدأوا في كتابة المقالات عنه. أصبح السلم مشهوراً للغاية ورغب الجميع في وضع بلاطهم الخاص هنا. تمكن خورخي خلال 23 عاماً من تغطية الدرج بالكامل. كان يعمل ليلاً ونهاراً حتى تم العثور عليه ميتاً عام 2013 وفقاً للرواية الرسمية. اعتبر الأمر انتحاراً، على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أنه تم قتل الفنان خورخي سيلارون على يد أحد الشرطة البرازيليين. كانوا متأكدين من ذلك. نعم، لقد قتل على يد الشرطة. صنع خورخي بعض البلاط بنفسه كما في لوحاته، حيث صور نفسه حاملاً أو امرأة سوداء حامل، وهو رمز. كما يوجد بلاطات ترسلها له الشركات والبلدان والمدن الكبيرة. انتقل خورخي بالمناسبة إلى البرازيل من موطنه تشيلي عندما كان عمره أكثر من 40 عاماً، وأصبح مشهوراً عالمياً عندما تجاوز عمره 50 عاماً. الشيء المثير في هذا الدرج هو أنكم إذا نظرتم إليه من الأعلى فإنه يبدو عادياً، ولكن إذا نظرتم إليه من الأسفل بهذا الشكل ستذهلون. إنه رائع جداً. نعم، إنه رائع. قام سنوب دوغ بتصوير فيديو على هذا الدرج. المشاهير عموماً يحبون التصوير في الأحياء الفقيرة. طار مايكل جاكسون في عام 1996 بطائرة هليكوبتر إلى حي سانتا مارتا لتصوير الفيديو لأغنيته إنهم لا يهتمون بنا، حتى أقاموا له نصباً تذكارياً. حسناً، إنه مايكل جاكسون في شحمه ولحمه. هل تريد عناقاً؟ وتسمى الآن منطقة سانتا مارتا بحي جاكسون الفقير، وغالباً ما يأخذ السكان المحليون السياحة إلى هنا، وقد اصطحبني ماركوس إلى هنا. منطقة سانتا مارتا الفقيرة هي المنطقة الفقيرة الوحيدة الموجودة على خرائط الإنترنت. أدخل عنواني هنا. انظر، تمشي على طول هذا الطريق ثم تنعطف، وخلال دقيقتين ستكون في منزلي. تقف هذه الأحياء الفقيرة ضد العنف، وبالتالي تعد آمنة على الرغم من وجود المسلحين. أهم شيء هو أن الناس الذين يلتقطون صوراً لا يمكنهم تحويل الكاميرا في الاتجاه المعاكس من حيث تأتي الموسيقى. يقف هناك 8 أشخاص مسلحين، إذا أدرت الكاميرا إليهم ستكون في خطر. كان من الممكن التصوير سراً، لكن ماركوس لن يتمكن من العيش هنا لاحقاً. بمجرد ظهور هذا الفيديو الذي قمت بتصويره خلال رحلتي معه في
الأحياء الفقيرة، ففي أحسن الأحوال سيتعين عليه المغادرة، وفي أسوأ الأحوال لا أريد حتى التفكير في الموضوع لأنه سيء. جاءت إلى نفس الأحياء الفقيرة مادونا. هل ترون هذا المنحدر هناك؟ في حي سانتا مارتا. قصته مثيرة للاهتمام للغاية، والحقيقة هي أنه عندما جاءت مادونا إلى هنا قابلت إحدى الفتيات التي تستخدم الكرسي المتحرك والتي كانت قد اشتكت لها أنها لا تستطيع النزول على السلم. تحدثت مادونا عن ذلك. قامت سلطات ريو دي جانيرو ببناء منحدر خاص، وبطبيعة الحال بات الآن الوحيد من نوعه في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. لا أعرف إذا كان هذا رمزاً لاهتمام السلطات بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤدي المنحدر بطبيعة الحال إلى درج آخر. جاء الرئيس الوحيد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ميخائيل غورباتشوف بعد استقالته، وجاء إلى روسينها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. لكن الزيارة الأكثر أهمية للأحياء الفقيرة كانت في الثمانينيات من قبل البابا يوحنا بولس الثاني، الذي دعا السلطات البرازيلية إلى عدم هدم الأحياء الفقيرة بعد أن قام بزيارتها. لقد جاء البابا إلى هنا في الثمانينيات، كانت هذه زيارته الأولى للبرازيل، حيث قام بزيارة فيديغال وهذه الكنيسة، وطلب البابا عدم هدم الأحياء الفقيرة وقام بحمايتها. بالضبط. أخبرني. كان سيتم هدمها، لكن بعد كلام البابا توقف الأمر، وكانت هذه أخباراً سعيدة لسكان المنطقة كلها. أجل، أخباراً أكثر من رائعة، فرح الجميع بهذا. كانت هناك خطة لطرد جميع الفقراء من ريو دي جانيرو وبناء منازل باهظة الثمن بدلاً من أكواخهم قبل وصول البابا. واسمحوا لي أن أذكركم أن البلاد كانت ديكتاتورية عسكرية ذات نزعة قومية قوية، حتى أنهم بدأوا في هدم الأحياء الفقيرة وبنوا فندقاً فاخراً الشيرة، وكان من المفترض أن يصبح مركزاً لمنطقة جديدة فاخرة في ريو مع شاطئ خاص وفيلات باهظة الثمن، ولكن في النهاية كان محاطاً بكثافة بالأحياء الفقيرة، واضطر الأثرياء تقاسم الشاطئ مع السكان. حاول مدير الشيرة أن يقول إن هذا الشاطئ هو شاطئنا، لكنه لم ينجح لأن الشاطئ ينتمي إلى الحي فيديغال وإنه تحت حماية المسيح، لذلك لم ينجح بأخذه. بدأت عملية إخلاء الأحياء الفقيرة في الستينيات. هذه يا رفاق منطقة ليبلون، أغلى وأعرق منطقة هنا في ريو دي جانيرو. إذا كان السكان المحليون يريدون الذهاب إلى الشاطئ مع أطفالهم فإنهم يأتون هنا وليس إلى كوبا كابانا الشهيرة بسبب وجود عدد كبير جداً من السياح هناك. أطلق السكان دعابة خلال الموسم السياحي تحولوا لون البحر للأصفر. منطقة ليبلون تلخص ببساطة جوهر المواجهة بين الأغنياء والفقراء في ريو دي جانيرو. لقد كانت هذه المنطقة عبارة عن أراضي زراعية تابعة لرجل الأعمال خوسيه دي سيكس البرتغالي في نهاية القرن التاسع عشر، الذي كان يؤيد إلغاء العبودية وأنشأ كويلومبا، هو من أنشأها. كويلومبا هي أحياء فقيرة يعيش فيها العبيد الهاربون فقط. جلب الكثير من السود من إفريقيا إلى البرازيل وانتهت العبودية، انتهت قبل 130 عاماً من الآن، لكن نهاية العبودية لم تحسن حال السود، لم تقدم لهم أرضاً ولا طعاماً ولا منزلاً ولا عمل، ودفعت الحكومة البرازيلية للأوروبيين الإيطاليين والألمان ليأتوا إلى هنا وأعطتهم الأراضي والعمل أيضاً، أولتهم اهتماماً خاصاً. كانت البرازيل في الوقت نفسه الدولة الرئيسية التي تحتفظ بالعبيد في العالم، حيث تم جلب السود من أفريقيا كما هو الحال مع جميع البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد ثاني أكبر دولة تمتلك العبيد. تم تشكيل واحدة من أكبر مجتمعات العبيد الهاربين في مدينة ليبلون الحالية. عندما تم إلغاء العبودية في العشرينات من القرن العشرين أصبح جميع الناس أحراراً وعاشوا هنا لعدة عقود. كان لدى الكثير منهم أطفال وأحفاد ولم يعودوا عبيداً. باع خوسيه دي سيكس هذه الأراضي لشركة بناء لتبني
بعض المنشآت عليها. نعم، هو من قام بذلك. الموقع مثالي بين الساحل والجبال الخلابة بجوار بحيرة قلب ريو. إحدى المشاكل هي ورثة العبيد السابقين الذين عاشوا هناك. ثم اندلع حريق هنا في الستينيات، والذي أحرق المنازل، أحرق جميع المنشآت هنا. وقالت السلطات: نحن متأسفون منكم لأنه لا يمكننا إعادة بناء أي شيء لكم هنا، وبالتالي سوف ننقلكم إلى أراض أخرى في الغرب. تم نقل الناس إلى مدينة الله نفسها دون إعطائهم بيوتاً أو أراض. يمكنكم أن تتخيلوا ما حصل عندما وصل 15,000 من سكان ليبلون السابقين دفعة واحدة إلى هذه المنطقة الصغيرة، حيث بدأت النزاعات حول الأراضي وما إلى ذلك. وبالتالي كانت مدينة الله هي أخطر مكان في ريو دي جانيرو على الإطلاق منذ أوائل السبعينيات. نعم، لقد كانت هكذا. يدور الفيلم الشهير مدينة الله حول هذا الوقت الذي انتقلوا فيه، ولكن في مكان ليبلوم منذ ذلك الحين أصبحت شواطئ وحياة فاخرة وهدوءا أرستقراطيا. والآن يخشى سكان هذه المنازل أن يأتي إليهم سكان الأحياء الفقيرة ويسرقونهم ويأخذون أملاكهم وأراضيهم وما إلى ذلك. ولكن إذا راجعنا بشكل عادل، فمن الذي سرق من من؟ هناك تقسيم طبقي بين الفقراء والأغنياء في الأحياء الفقيرة نفسها. كلما كنت في مكان أعلى قل المال الذي لديك. هذه المنطقة هنا هي أعلى التل يا رفاق، كما ترون لا يوجد طرق أسفلتية. هذه هي نفس الطرق التي كانت عليها قبل 30 أو 40 عاماً. الجزء العلوي هو أفقر جزء من الأحياء الفقيرة يا رفاق. هذه الأحياء ما زالت ريفية ولا تزال تحتفظ بالمعنى الدقيق للكلمة التي تعني في الأصل شجرة، حيث البافيلا هي نوع من الأشجار التي نمت في المزارع. وكانت الأحياء الفقيرة في الأصل مزارع، أي أن الأشخاص الذين عاشوا هنا في البداية كانوا يزرعون طعامهم. جئت لزيارة كارلوس، وهذا المكان الذي سأقضي الليلة فيه. ادخل بهدوء. حقا لديك منزل إبداعي جميل جدا يا كارلوس. نعم، واو. المنازل هنا مصنوعة من كل ما يمكن العثور عليه، والذي يوجد غالبا في الغابة. أصنعته بنفسك؟ بالضبط، أجل كله بيدي. من أين حصلت على هذه اللوحات المعلقة بالداخل؟ من القمامة. أنا أساعد الطبيعة ولا يتوجب علي الذهاب إلى الأمازون والاحتجاج. أصنع حالياً الوجوه. هذا هو السيد بو، هذا هو حمامي، يوجد مغسلة وكل شيء، وهنا الدش إذا كنت تريد الاغتسال، فهو هناك على اليمين. يا للروعة، لديك نافذة تطل على المنحدر. أوه، هذا رائع. يتمتع بإطلالة رائعة جداً على مدينة ريو دي جانيرو. أجل، شيء لا يصدق. تصرف كأنك في منزلك يا أستاس. دعونا نتفقد منزل كارلوس، إنه مذهل جداً. أولاً وقبل كل شيء، عليكم أن تدركوا أن هذا المنزل بأكمله مصنوع ببساطة من القمامة، وهو مثال عن منزل حقيقي أصيل في الأحياء الفقيرة. منذ عقود مضت ولم يتغير منذ ذلك الوقت، لكن انظروا كيف تمت معالجة هذه القمامة. انظروا يا رفاق، إنه منزل معالج بالكامل. عدد اللوحات الموجودة على الجدران كلها من مدافن النفايات وبعض قصاصات المجلات الشهيرة والكتب التي تم العثور عليها في القمامة. كل هذا يخلق الشعور كما لو كنت في مخبأ فنان وليس في حي للفقراء. يبدو أن بعض المقالات التي كتبت عن حي روسينها معلقة أيضاً على الجدران. انظروا، إنها مقالة كتبت عن روسينها منذ مدة. جرائد، خيول، زاوية تشبه الحانة، وزجاجات فارغة، لأن كارلوس لا يملك المال لشراء زجاجة كوراساو. على الأغلب وجدها في القمامة، إنها بهيضة الثمن. لقد
لقد جلب حوض السمك، انظروا، تأملوا هذه الثريات، إنها جميلة بالفعل، لا أعلم كيف تعمل. نعم، جدار مصنوع من نوع ما من لوحات الحاسوب القديمة. قمت بزيارة منازل الآخرين عدة مرات خلال فترة وجودي في الأحياء الفقيرة، وفي كل مرة كنت مندهشاً من مدى إبداعهم. هنا منزل مغطى بالساعات بالكامل. هذا مبنى سكني عادي، لنرى فقط كيف يعيش الناس هنا. هذا المدخل من درج الحي الفقير بجوار غرفة المعيشة. المطبخ الصغير هنا، يقع الحمام هناك. شخص ما يستخدم المرحاض، لذلك لن أريكم ما في الداخل بالطبع. نعم، غرفة النوم مغطاة بالساعات. انظروا إلى غرفة النوم، تتسع لشخصين فقط، وهناك غرفة أخرى أصغر بقليل، إنها للطفل، تتسع لسرير واحد فقط. منزل كارلوس قيد الإنشاء بشكل دائم كالعديد من المنازل في الأحياء الفقيرة هنا. انظروا، هذه هي الشرفة الأولى، تطل على المنحدر. يوجد لوح ركوب الأمواج. حول كارلوس نوعاً من مصابيح الأطفال إلى مصباح عادي. من الواضح أن هناك الكثير من القمامة هنا، حيث لا يتم تنظيفها أو إزالتها. إنهم لا يفعلون أي شيء بها على الإطلاق. مغسلة مسبقة الصنع، هناك ماء يخرج منها. انظروا، هناك أيضاً شاشة بلازما، لكنها من القمامة لذا لا تعمل، يوضع عليها ملصقات. حسناً، هنا تلفاز صغير يعمل. بالمناسبة يوجد إنترنت، وكما فهمت إنه عالي السرعة أيضاً، والكهرباء تسرق هنا بهذه الطريقة كما ترون. وشرفة أخرى بإطلالة رائعة، انظروا لها، جميل. تم بناء هذا المنزل من أي شيء يتم الحصول عليه، كما ينبغي أن يكون في الأحياء الفقيرة. والآن جميع المنازل الموجودة في الأسفل مصنوعة من الطوب لدى السكان كالأحياء الفقيرة الثرية، أو من الطبقة المتوسطة للأحياء الفقيرة. وكانت الأحياء الفقيرة في الأصل هكذا، حيث المنازل مصنوعة إما من القمامة أو من الألواح، وغالباً قصاصات الخشب. هذا المبنى يسمى بخاكو، وهو من أقدم المباني في الأحياء الفقيرة هنا، مصنوع من كل ما يمكن العثور عليه، فمثلاً من قطع الحديد والخشب المقوى أو العادي من مكب النفايات. ظهر اتجاه ثقافي فني بالكامل في المنطقة باسم بخاكو، عندما يكون العمل الفني مصنوعاً من أي شيء تقريباً. أما هذه الأغنية فتدعى أغنية بخاكو. بخاكو هو اسم المنزل، وهو منزل خشبي قديم في الأحياء القديمة. كانت جميع المنازل هنا بهذا الشكل قبل 50 عاماً، مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وتكون المواد من مكب النفايات. لكن الآن 95% من المنازل من الطوب، ولا تصل السيارات إلى هنا، لذلك كل ما تراه حولك حمله الناس على أكتافهم، وعانوا الأمرين لكي يقوموا ببناء هذا المنزل. الآن تخيلوا معي يا رفاق، في حال تعطل شيء ما في منزلكم، على سبيل المثال الغسالة، وتحتاجون إلى أخذها من هنا لإصلاحها، تحملونها على طول هذه الشوارع الضيقة، لأن سيارة النقل لن تأتي إلى هنا. أو لنفترض أنكم بحاجة إلى بناء شيء ما، وبناءً على ذلك يتوجب عليكم جلب الطوب. أو تخيلوا أن نظام الصرف الصحي قد انفجر، وبالتالي يجب أن يحمل الرجال كل هذا على أكتافهم من هنا لنهاية الشارع. أي إذا رأيتم أي شيء هنا، فقد تم جلبه حملاً. أحضرت كل أغراض منزلك هكذا، صحيح؟
نعم. حملاً على الأكتاف؟ نعم بالطبع، حقاً. واو، هذا ضرباً من الجنون وصعب. نعم صعب. الإسمنت والحجارة والمواد الغذائية وكل شيء. من المستحيل البقاء على قيد الحياة بمفردك في مثل هذه الظروف، لذا فإن الحياة هنا تجبرك على التواصل مع جيرانك ومساعدتهم ليساعدوك بالمقابل. أثناء سيري في الأحياء الفقيرة كنت مندهشاً من عدد الأشخاص الذين يعرفون الشخصيات الأساسية في برنامجي. إن مثل هذه العلاقات مع الجيران نادرة بالنسبة لمدينة كاريو دي جانيرو. بعض أجزاء الأحياء الفقيرة بالطبع مظلمة تماماً كهذه، قذرة، لا يمكن للمرئي أن يقول أن جميعها نظيفة، وأحياناً تكون محطمة، ولكن على الأقل ترون الناس يحاولون وضع البلاط وتنظيفها بطريقة ما لتبدو أجمل وقابلة للمشي عليها. ترون هنا مثل هؤلاء الأشخاص المبتسمين على الأقل، إنهم يعيشون، ولكن في الجزء الأرخص من هذه الأحياء، على الرغم من أن هناك مناطق أرخص من هنا في الأحياء الفقيرة، أي أن هذا على الأقل الجزء المبني من الطوب فيها. انظروا كيف تبدو المنازل، انظروا إنها أمامكم هنا تماماً كما لو أنهم أخذوا مكعبات زهر وألقوها بهذه الطريقة على الطاولة وتدحرجت بشكل عشوائي جداً. نعم، انظروا إلى هنا، الضوء لا يخترقه على الرغم من أنه شارع نظامي، إلا أنه هناك منازل قريبة جداً لدرجة أن الضوء لا ينفذ. انظروا يا رفاق إلى حيث أدخل، ليس مدخلاً، لا يوجد أي نوع من المداخل، ولكن مجرد منازل وأسلاك مندمجة كما لو كنت تسير في أحد الممرات الضيقة، على الرغم من أنه شارع. إلا أنكم قد تروا بعض المنازل هنا ذات نوافذ مسيجة، بالإضافة إلى محلات تجارية معينة. انظروا كيف يزين الناس منازلهم بعناية مطلقة. الباب مصنوع من مجرد قطعة قمامة موجودة في مكان ما في مكب النفايات. البلاط مطلي بشكل جيد ويمكنك رؤيته دون أي بقع وبدون تقشير للطلاء، وأيضاً الشبكة مطلية بشكل أنيق، وهنا توجد نباتات خضراء لإضفاء طابع لطيف، حيث يحاول الناس جعل حياتهم مريحة قدر الإمكان. مياه الصرف تتدفق في الشارع ويمكن أن تغمرني في هذه اللحظة. صوت الماء أسمعه من هناك، كما توجد مجاري للصرف الصحي. تخرج المياه إلى الشارع. نعم، الوضع صعب جداً. توجد شقة هنا قيد التجديد يا رفاق، فقط لإعطائكم فكرة عن حجم شقة نموذجية في هذه الأحياء. يتم وضع البلاط بهذا الشكل. سوف يكون هناك سرير ومطبخ هنا. المرحاض صغير جداً. هناك مكان للدوش. هل يوجد مياه هنا؟ نعم يوجد، نعم. انظر، لقد وضعت بلاطاً هنا في كل مكان. نعم، سيغدو جميلاً. أريد أن أخبركم أنني بشكل عام لم أقابل من قبل قط أشخاصاً ودودين في أي مكان في البرازيل كما هو الحال في الأحياء الفقيرة هنا. نعم، أي أن البرازيليين ودودون للغاية، ولكن هنا يبدو الأمر أنه مضاعفاً، كما أن هذا هو المكان الوحيد الذي أسير فيه حاملاً كاميرا كبيرة بين يدي الآن، وسائقو الدراجات النارية يمرون بي وأعلم أنني لست قلقاً عليها لأنني على ثقة بأن لا أحداً سينتشل الكاميرا من يدي. أعلم أني هنا في أمان من موضوع السرقة ولن أقلق بشأن هذا أبداً. تبدأ منطقة لابا هنا بجوار هذه السلالم. البعض يسميها بوهيمية، والبعض الآخر يعتقد أنها سيئة السمعة. بشكل عام هو مكان ذو طاقة خاصة تعج بالسكان في ريو دي جانيرو. دعونا نلقي نظرة. هي لابا منطقة يلتقي بها أهل التلال مع أهل الإسفلت.
هنا لديكم نواد عصرية، يوجد أشخاص بلا مأوى في مكان قريب، أشخاص يتصرفون بشكل غريب للغاية هنا، لا أعرف ما خطبهم، ما رأيكم؟ هناك منازل مهجورة ولكنها جميلة وعصرية، نعم، هؤلاء الأشخاص يرقصون في الشوارع، إنه مزيج من كل شيء في لابا. في لابا يوجد هذا الجسر الأكثر شهرة، حيث يمر الترام منه. وسط المدينة يعتبر مكاناً سياحياً ويمكن أن يكون خطيراً. يوجد هنا الكثير من الرعاة، سيارة الشرطة على أهبة الاستعداد في كل الأوقات وفي كل مكان. ماذا تقصد عندما تقول إن المكان خطير هنا؟ أخبرني. يتواجد هنا المراهقون نفسهم الذين يتجولون في ممر كوبا كابانا ويحاولون سرقتك وانتشال ما يستطيعون، لذا ترى الكثير من المشردين هنا، لا يمكنك الهروب من هذا. يتم إخراج هذه العربات المليئة بالمشروبات الروحية إلى الشوارع هنا في المساء ويقومون بصنع الكوكتيلات. كانت هناك حادثة مماثلة مؤخراً قبل بضعة أشهر، أخبرني أحد السائحين الذين أتوا إلى هنا وقال إنه كان قد أنهى بالفعل حفلته هنا في لابا، وقال لي إن فتاتين اقتربتا منه وكان بينهم نظرات إعجاب على ما يبدو، وقرروا ترك الحفلة وخرجوا من الحانة وطلبوا 3 كوكتيلات من العربات وقدموا له كوكتيلاً واحداً ليشربه. بعد أن صنعوا الكوكتيلات أمامه وبعد أن أنهى الكوكتيل غاب عن الوعي واستيقظ بدون ذاكرة حوالي 7 على ممشى كوبا كابانا بدون نقوده. أخذوا هاتفه وحتى حذاءه الرياضي أيضاً. سرقوا حتى حذاءه الرياضي؟ نعم، سرقوا حذاءه الرياضي وتمكن من الاتفاق مع سائق التاكسي على نقله إلى الفندق. لذلك يجب أن تكون حذراً جداً. لم أفهم ما حدث، هل أضافوا شيئاً للمشروب؟ ماذا فعلوا؟ نعم، لا تحدث هذه الأمور فقط في ريو في البرازيل. أعتقد أن بائعات الهوى يقومون بإضافة المنوم لزبائنهم، على الأرجح أنهم خلطوه عندما قدموه له. أدركوا في البداية مع من كانوا يتعاملون، سائح أمريكي لا يتحدث البرتغالية، لذا سرقوه. الرجل ينظر مباشرة إلى كاميرتنا، ربما يريد سرقتها. نعم يريدها، لكن حظاً أوفر. يعجبني المكان هنا، الجو العام رائع. إذا استطعتم تجاهل فكرة أنه بالإمكان أن يسرق شيء منكم في أي لحظة. هذه القصور القديمة التي تحولت إلى حانات ونواد ليلية. هنا خلفي متجر يبيع المشروبات الروحية، وبجانبه فرق موسيقية تعزف وطاولات للجلوس، حيث أنكم تشترون ما يلزمكم من المتجر وتجلسون هنا وتسمعون الموسيقى. إنه أسلوب رائع للاحتفال في البرازيل. عندما أتيت إلى هنا لأول مرة عشت هنا في لابا، حيث استأجرت غرفة في فندق لأسبوع. أفضل مكان هو وسط المدينة، وهو ملائم من حيث وسائل النقل للتجول والتعرف على كافة معالمها بالفعل. هناك شعور بأن العديد من هذه المنازل مهجورة تماماً. نعم، هذا صحيح. لماذا هم مهجورون في مثل هذا المكان الرائع في وسط المدينة؟ سترى الكثير من المنازل المهجورة هنا. الأضواء مطفأة في النوافذ، والنوافذ مزينة بالفعل بنوع من الرسوم على الجدران. من الواضح تماماً أن هذا القصر جميل، وعلى الرصيف المقابل نرى نفس الشيء تماماً. منازل مهجورة مزينة، ليس من الواضح ماذا هناك. انظروا، منزل فارغ بنوافذ غير مضاءة، منزل للبيع أيضاً، ومنزل فارغ بنوافذ غير مضاءة على الإطلاق. نعم، غير مضاءة، يبدو أن شخصاً ما يعيش هناك. نعم، لكن بقية المنزل فارغ، والمنزل التالي أيضاً، ومنزل فارغ هنا أيضاً. لقد أعجبها وصفك. ماذا؟ قالت كن حذراً على الكاميرا. احذر من السرقة، صحيح؟ نعم، عليك أن تكون مستعداً لذلك في أي لحظة وأنت هنا.
city above the clouds, that's my plane. Working, working, mad, that's my name. Things I understand, that's my pain. Jam up the set, yo, that's my game. لا أعرف إذا كنتم تستطيعون سماعي هذا ما يسمى بيردا دي ساو، وهي الساحة التي ولدت فيها رقصة السامبا. تم حظر السامبا لسنوات عديدة في البرازيل باعتبارها رقصة للسود، وقد ساعدت الكرنفالات البرازيلية في شهرتها العالمية، مما جعلها مصدراً للفخر الوطني والرقص الرئيسي في البرازيل. والكابيرينيا هو الكوكتيل الرئيسي، يخلط الليمون والسكر جيداً ويضاف الكاشاكا، مشروب روحي لذيذ. الكاشاكا التقليدية، أعطوني القليل للغاية. لماذا القليل جداً؟ لكي أتذوقها، صحيح؟ إنه حامض، يشبه مشروب الموهيتو، ولكنه لاذع، أعجبني، أنا أحب الطعم الحامض. لا لست بحاجة إلى قشة للشرب. لا تشربوا باستخدام القش، إنه المكان المناسب لتجربة هذا المشروب. هذه هي البرازيل بحق يا رفاق. عندما يجتمع جميع أنواع الناس سوية في ساحة كهذه من الأحياء الفقيرة والغنية، يغنون ويرقصون ويستمتعون بوقتهم مع بعضهم. إنها البرازيل الحقيقية يا رفاق، انظروا. تقام احتفالات راقصة في يوم الجمعة في حي روسينها. لقد وضعوا مكبرات الصوت الضخمة في الشارع الرئيسي في الأحياء الفقيرة، وهم يقومون بذلك ليس فقط في العطل والأعياد الرسمية، بل كل يوم جمعة وسبت. علاوة على ذلك أيضاً يوجد مكبرات صوت ضخمة على الجانب الآخر، أي أن هذا الشارع مسور بمكبرات الصوت الضخمة يا رفاق. هذا مكان مخصص للأشخاص المهمين، يقفون هناك ويشربون المشروبات الروحية، أما الأشخاص العاديون يقفون هنا مثلنا تماماً. يأتي سكان الأحياء الفقيرة إلى هذه الحفلات، لكن لسوء الحظ لن أتمكن من عرض رقصات لأنني قد أعرض كارلوس للخطر. لم أقم بتصوير المقطع الذي يعرض، ولا علاقة لكارلوس به مطلقاً. انظروا فقط إلى عدد الأسلحة الموجودة على الحلبة، عدا عن ذلك فإنه مجرد ديسكو. تأملوا المشهد خلفي، هل يبدو كالحي الفقير؟ هذا هو مركز المدينة في حي روسينها، حيث يتحول في الليل إلى ساحة كبيرة للحفلات، وكل هذه الحانات والنوادي الليلية والمطاعم على جانبي الطريق تشبه الأسواق الليلية، حيث يقومون بإعداد الطعام لكم مباشرة في هذه الصواني المعدة للطهي، وهنا توجد طاولات يمكنكم الجلوس عليها. ومن الطبيعي تماماً أن تطلبوا طعاماً في مكان ما وتجلسوا لتناوله في مكان آخر، لا داعي للتقيد على الإطلاق. هل تعرفون كيف تختلف النوادي الليلية والحانات في الأحياء الفقيرة عن تلك الموجودة بشكل عام في ريو؟ السكان هنا لا يخافون من تعرضهم للسرقة وهم جالسون على الطاولات في الشارع من قبل الأشخاص الذين يمرون على دراجاتهم النارية، أي أنه لا أحد يفكر في ذلك، فالناس يضعون حقائبهم بهدوء تام على الطاولة أو يعلقونها على الكرسي من الخلف دون التفكير في أنه يمكن فتح الحقيبة أو إخراج شيء منها. قد يبدو هذا أمراً طبيعياً لأولئك الذين يعيشون في بلدان السرقة فيها معدومة أو على الأقل لا تسرق الهواتف والحقائب، ولكن هنا في ريو دي جانيرو يبدو الأمر غريباً ولا يعد طبيعياً على الإطلاق. مذهل. يا رفاق، دعونا نرى كيف تبدو تلك الأحياء ليلاً، لنقم بنزهة. الجو العام في الأحياء الفقيرة ليلاً غامض وله طابع جمالي خاص، خاصة في الشوارع الضيقة والمضاءة بشكل خافت جداً والمليئة بالرسوم على الجدران وما إلى ذلك، كما لو أن هذا كله ليس حقيقياً بل سينمائي، بينما في الأسفل عند الجبل تلمع المدينة وكأنك ضائع في هذا العالم. إن هذا ممتع جداً.
يركض الأطفال حول الأحياء الفقيرة ويلعبون كرة القدم بمفردهم هنا، يقومون بقلي اللحوم ويلعب الأجداد الدومينو. يمكن سماع الموسيقى من كل مكان، وأحياناً لا تتوقف حتى الصباح. ربما لا تستطيعون رؤية أي شيء، أنا لا أرى أيضاً. أسير على بعض السلالم المظلمة، إنها مخيفة جداً، أخاف أن أقع. لدي سؤال، ما الذي يحدث عندما تقع فتاة فقيرة في حب شرطي؟ في الواقع لن نمانع، لن يسمح للشرطة بالمجيء إلى هنا، بالتالي سوف يتعين عليهم في النهاية الانفصال، ولكن هذا لا يحدث. قد تحب بعض الفتيات الشرطي نظرياً، لكن لا يعني أنه سوف يسمح له بالمجيء إلى هنا. نعم، هذا المكان مختلف. وإذا وقع في حب فتاة من هنا رغم كل ذلك ويريد أن يأتي إليها؟ لا يمكنه القدوم إلى هنا بالزي الرسمي. أجل، إذا جاء بدون زي رسمي فهل هذا مسموح؟ لن يتجرأ، لأن الشرطة تسببت في الكثير من الأذى هنا، ويخبرهم رؤساؤهم بعدم الذهاب إلى الأحياء الفقيرة بدون سبب. هل سمعت عن الميليشيا؟ نعم. الميليشيا هي رجال الشرطة الذين استولوا على الأحياء الفقيرة وسيطروا عليها. نعم. إنهم أسوأ من تجار الممنوعات، يجمعون المال من الناس الذين يعيشون هنا. عليك أن تدفع 10% من العمل التجاري، 10% من راتبك، 10% من أي دخل لديك، ويقولون أنهم في المقابل يقدمون الحماية. أجل، لذلك يطلق عليهم لقب الميليشيا، وهم يقاتلون بكل قوتهم من أجل مناطق جديدة. هل تتخيل أن هناك 30,000 عمل تجاري مختلف ويريدون الاستيلاء على أراضينا بأي طريقة كانت؟ ضباط شرطة ورجال إطفاء وعسكريون. ما هي الأحياء الفقيرة التي تسيطر عليها الميليشيا؟ 90% من الأحياء الفقيرة في الغرب خاضعة لسيطرتها. حقاً؟ أجل بالطبع، أجل بالتأكيد. لا يمكن مقارنة الفتيات اللاتي يرتدين السراويل القصيرة في الأحياء الفقيرة إلا بعدد الفتيات اللاتي يرتدين التنانير في اليابان. هنا لدينا مثلجات برازيلية وهي منزلية الصنع، يطلق عليها ساكولي، وعادة ما تصنع عندما يكون الجو حاراً بالإضافة لجميع الأيام. يتم تناولها كيف تقول هذا؟ لتنعش نفسك. أترغب بتذوقها؟ نعم بالتأكيد. كارلوس، كيف حالك؟ كارلوس، هل بقي لديك بعض الساكولي؟ كارلوس. مثلجات الأحياء الفقيرة يا رفاق، أخبرني ماذا تسمى؟ ساكولي. 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 آه. مثلجات برازيلية شعبية. كما ترون محاطة بغلاف. كما فهمت يتم تجميد العصير في الغلاف، يفتح بالأسنان هكذا وتؤكل بعدها. نعم. لذيذة، إنها كشراب المانجو. الناس يتاجرون ويعيشون هنا كما ترون. غرفة المعيشة هناك مع المطبخ، إنه صغير جداً. إنه متجر ومنزل. أتشعر بالخوف من السير في الأحياء الفقيرة ليلاً؟ أنا أحاول تمييز ما أشعر به أثناء المشي ليلاً. لا أستطيع أن أفهم ما إذا كان ينبغي أن أخاف أم لا. لا أعرف حقاً، أظن أنه شيء مثير للقلق. لا أعلم، لا أعلم. لا تقلق، أنت مع أشخاص سوف يحرصون على أن تقضي وقتاً ممتعاً ويرشدونك، لا داعي للخوف حيال ذلك. يوجد حي فقير آخر هناك. بشكل عام، هناك ما يقارب 1,000 حي فقير في ريو، ويمكنك رؤية تمثال المسيح المخلص هناك في الأعلى ينظر في اتجاه الميناء إلى الشرق، أي أنه عندما تأتي السفن يفتح المسيح يديه، لكن المسيح يدير ظهره للمناطق الفقيرة. حيث نحن الآن في وسط المدينة، في وسط ريو وفي شمالها، والتي تعتبر مناطق فقيرة. نحن الآن في وسط المدينة. بالطبع، لدي مشاعر مختلطة حول كل ما رأيته هنا من ناحية الأشخاص الطيبين والمبهجون والمتعاطفون الذين يساعدون بعضهم. واو،
ويعيشون في نفس المجتمع. من ناحية أخرى، توقف استاذ، توقف عن التصوير، توقف حالاً. حسناً، لا أستطيع الذهاب إلى أبعد، والتصوير. ومن ناحية أخرى، الأشخاص المدججين بالأسلحة عند التقاطعات، أطفال يحملون السلاح. عمر بعض أولئك الذين يحملون السلاح من 12 إلى 13. هذا لا يمكن إلا أن يثير الخوف. نعم، إنه مخيف، حقاً مخيف. أعدت لنا ماريا جارة كارلوس بينما كنا نتنزه العشاء مما أحضرته معي، وأردت تجربة فاكهة الجرافيولا. سوف أحاول أن أقدم من هذه. إنه سائح روسي. يبدو لطيفاً جداً. أجل، نعم، لطيف جداً. طعمها يا رفاق مثل التفاحة. مزيج ما بين التفاحة والفجل. يطلق عليها اسم القشطة الشائكة، وعصير هذه الفاكهة الاستوائية له تأثير مضاد للميكروبات الضارة، وهو أمر مهم للغاية في الأحياء الفقيرة. قامت ماريا بضرب القشطة الشائكة في الخلاط. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام يا رفاق هو هذه الفاكهة. هذه بشكل عام فاكهة برازيلية بحتة، أو من أمريكا الجنوبية. هذه هي ثمرة الصنوبر البرازيلية، والمعنى لاسمها هو المخروط. انظروا كيف يتم فتحها. أو واو. واو. يوجد في الداخل لب حلو المذاق. لاحظوا شكلها. إنها مليئة بالبذور، ولكن الفاكهة حلوة المذاق. إنها لذيذة للغاية يا رفاق. نعم، رائعة. أجواء جلسة التذوق مذهلة جداً. منزل في حي فقير، يتم تحضير بعض الطعام بمطبخ صغير، وهنا أيضاً الهاتف. تقوم ماريا بعملية الطبخ والفواكه الغريبة. ما هو المكون التالي؟ حسناً، ذهبت للنوم على الشرفة بعد العشاء. مرحباً، هل هذا هو سريرك؟ سوف أجرب سريري لهذه الليلة يا رفاق. أخ، أوبا، 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 أوبا. تبدو لي مذهلة جداً. السماء سوداء أمامي، لا يمكنكم رؤيتها. حسناً، الهواء نقي والزيز مسموع. هذا هو المكان الذي سأنام فيه، في كوخ في الأحياء الفقيرة، في الكوخ الذي عاش فيه كارلوس حياته. قام ببنائه وهو مستمر في تحسينه. طاب مساؤكم، نلتقي غدا. أترغبون في العيش في الأحياء الفقيرة؟ ما رأيكم في البرازيل؟ لدي المزيد لأخبركم عنه لاحقا. أنا ذاهب الآن للقاء ما يسمى بكابيتاو يا رفاق، وهو مقاتل هنا. في الحلقة القادمة سوف أخبركم بمزيداً من التفاصيل عن كيفية عمل الكارتلات. هل أسقطت مروحية؟ نعم. كيف أسقطت المروحية؟ لدينا جميع أنواع السلاح هنا، يمكننا قتل رجال الشرطة والفيدراليين ونسقط مروحياتهم. كيف تختلف عصابات ساو باولو عن قوات الكوماندوس؟ كيف يعمل اللصوص البرازيليون المشهورون؟ جئنا إلى هنا للتحدث مع أحد الأشخاص الذين يعملون في السرقة. وأين يبيعون بضائعهم؟ كيف يستولون على منازل الأغنياء أيضاً؟ سوف أحاول التصوير بحذر. إن هذا يا رفاق سوق مشهور في ساو باولو للسلع الرخيصة، يبيعون هنا البضائع المسروقة. منزل ضخم للغاية، استولى عليه بعض الأشخاص على ما يبدو. نعم، إنه مثير للاهتمام أن المالكين الأثرياء قد تركوه وسافروا خارج البلاد نهائياً.
وبالطبع تنتظرنا حلقة مثيرة وشهية وخطيرة بعض الشيء عن المطبخ البرازيلي الشهير جداً. إنني أتطلع إلى تعليقاتكم واشتراككم في القناة لأننا قد انطلقنا لمغامرة جديدة. تتحدث وسائل الإعلام بشكل سيء عن كل شيء. نسبة الأشياء الإيجابية في ريو هي 90%، أما ما يتبقى سلبي. حسناً، 10% نسبة كبيرة جداً. عندما سافرت بالطائرة إلى البرازيل فكرت بالطبع عندما أصل إلى ريو أريد زيارة الأحياء الفقيرة. لقد اتفقنا على أنك سوف تعيش هنا لمدة 24 ساعة. هذا مكان خطير كما يقولون، ولكنك قررت المجيء إلى هنا. أتعرف لماذا؟ أجب، لأن لديك القدرة على اتخاذ القرار بنفسك، ولكن بعد ذلك تجد نفسك أمام أحد الأحياء الفقيرة وتفكر، هل يجب أن أغادر؟ فقط لأنك قابلت الأشخاص الخطأ، لكنك هنا لتحقيق الأحلام. لماذا تسأل نفسك هل ستغادر أم لا؟ لأنك عندما رأيت الناس هنا تذكرت كل ما قالوه لك عنا من قبل. كان لديك القدرة على اتخاذ القرار، والآن لديك شكوك. ثم يخبرك البرازيليون في الأخبار لا تذهب، هذا المكان خطير. كان لديك القدرة على اتخاذ القرار، والآن أصبح لديك خوف، والسؤال يبقى، هل يجب أن أغادر أم لا؟ نمط التفكير هذا لن يعطيك الجواب. شكراً أيها الروسي. هيا لنشاهد الحلقة الجديدة من برنامج رادا من الصين على قناة أماكن بعيدة شنغهاي المجنونة. الرابط في صندوق الوصف يا رفاق. لنذهب من هنا يا رفاق. نبدأ رحلتنا عبر الصين من واحدة من أكثر المدن الخلابة في العالم. مرحباً، اسمي رادا وأنا في شانغهاي. نون 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 نون.